ظهري تعتم. احسن احسن، عشان انت عيل غبي. حد يفرج واحد تعبان في دماغه على ابراهيم الابيض؟ وانا شعرفني انه فيلم اكشن، انا طول عمري فاكره رومانسي. مش احمد السقا المفروض بيحب هند صبري؟ هو ايه، اتنين بيحبوا بعض يبقى فيلم رومانسي؟ انت مجنون. سيبوكوا خالص من قصه الافلام بتاعت بيومي دي، انا هجهز لسته مش هتفرج غير عليها هي. بقول لك ايه، لا افلام ولا بتنجان، انا سايبها تحت بيتفرج على كرتون وهادي خالص. كرتون ايه؟ الكابتن ماجد نجم الملعب. ها هو كابتن ماجد يقف في ملعبه كما يقف الاسد في عرينه، واثق من مهاراته، وسوف ينافس اليوم عدوه اللدود كابتن بسام. ترى من سينتصر اليوم، ماجد ام بسام؟ انا هنا كي اهزمك شر هزيمه يا ماجد. ها يا الهي بسام، ها لكني جئت كي احرز مزيد من الاهداف. ها وكيف تفعل ذلك وانا معي احسن حارس مرمى في الكرتون رعد؟ انه رعد أحسن حارس مرمى بالفعل، لقد وقع ماجد في مأزق كبير. اليوم يوم الانتقام يا ماجد، لن أدعك تسدد أو تحرز أي هدف. يا إلهي رعد، لن تستطيع أن تحرز أي هدف يا ماجد وأنا هنا. لحظات وتبدأ المباراة الحاسمة، مباراة البطولة بين فريق المجد وفريق الحرية، من سينتصر؟ إذن فلتبدأ المباراة ونرى من سيفوز. هيا يا ماجد، هيا هيا فريق المجد، النصر لنا. اوقفوا يا بسام. لا تقلق يا رعد، لن يعبروا مني ابدا. اليوم سوف افوز، سافعل ما بوسعي لاحراز البطولة، ولن يستطيع ان يوقفني بسام او رعد. هذه مباراتي يا ماجد. ها انت قد اتيت لي يا بسام، سأحرز الهدف لا محالة. لا لن تحرز يا ماجد. سأحرز. لن تحرز. قلت لك سأحرز. أرجوكم لا ترجوا كثيرا، لقد أصبتموني بالصداع النصفي. هيا يا بسام، لا تجعل ماجد يخطف الكرة. لن تحرز يا ماجد. يا إلهي ماذا يفعل بسام؟ الزحلقة الزاحفة الناحفة دائما ما تؤتي بسمارها. سوف أقضي على كل أمالك في إحراز الهدف يا ماجد. لقد خسرت يا ماجد. الزحلقة الزاحفة الناحفة، كيف فعلها؟ ولكني أعرف كيف أتخلص منها. يا إلهي لقد قفز ماجد وتخطى بسام، وسوف يسدد الآن. والآن وقت ضربة النسر. وها هو ماجد يسدد ضربة النسر. ماذا يفعل رعد؟ إنه يجري في الاتجاه المعاكس. يا إلهي ما حركته المعتادة، حركة المقص الهوائي. ويصد الكرة. عجبا طبا صحكا. شكرا، أحسنت يا رعد. خذها يا بسام. وها هو بسام يستلم الكرة، ماذا سيفعل بها؟ والآن سوف أسدد ضربة النمر التي لا تصد ولا ترد. يا إلهي أنت تصوب علي يا متخلف، أنا معك في الفريق. لا يوجد اليوم حارس غيرك يا رعد، سوف نلعب جون مشترك. ها ويسدد بسام في محاولة لإحراز الهدف. لابد أن أوقف هذه الضربة. يا إلهي ماجد يطير في الهواء، يريد أن يوقف الكرة قبل وصولها إلى المرمى. أوقفها بالفعل وخدع الطريق على بسام بطل فريق الحرس. يا عم كنت شط أم ضربة النمر دي من بدري وخلصتنا. ده بيومي فؤاد طلع أسرع من وليد أزارو. يا جماعة كفاية فرهدة بقى، الراجل ده لا يتفرج لا على أفلام ولا كرتون، الراجل ده يتفرج على أغاني بس. كمان فدية في بيومي كام؟ 6 مليون دولار. 6 مليون دولار؟ ده غير قطين. طب سيبنا أنا هتصرف. هتدفع معلم؟ تصدق وتؤمن بإيه؟ الخلق دي كلها ما في حد منهم بيتفصل على مليم إلا لما أخلص الشغل. أنا ما بدفعش فلوس ياض، أنا بدي فرص. لا الراجل ده يا جماعة طلع فرهدة أوفر بصراحة.
لا لا، ما انا فرجته على الأميرة النائمة وهو نايم دلوقتي ومش هيصحى غير لما حد يبوسه. انا بوسته على فكرة وصحي، فاحنا لازم ننجز. طب يا جماعة الخير، انا بعت المنتجين مصر واحد واحد ومفيش واحد فيهم راضي يدفع الفدية بتاع بيومي فؤاد. مش فاهم الراجل ده طلع أكذوبة بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ قريت الخبر ده؟ تعلن شركة السقالة للإنتاج الفني والمقاولات عن مكافأة لمن يدل على الفنان بيومي فؤاد، والمكافأة ستكون 5 مليون بلس شقة بالدور الأرضي تصلح سكني وتجاري. حلو، نحضر المسكات ونروح لهم؟ لا، الطلعة دي عايزة شغل تاني خالص. اهلا، بحسبكم المعلم عربي سقالة. انا سباكيتي. وانا بولونيزي مافيوزو ايطاليانيتو. لا شاتيمي كانتاري مافيوزو. اللي هي مافيا مافيا يعني. ماشي، منين حته في ايطاليا بقى انتوا؟ من سرع مارجريتو جنب برج ايفيليتو. الله، هو مش برج ايفيليتو ده لمؤاخذه اللي هو في باريس؟ لا، برج ايفل اللي في باريس، لكن برج ايفيليتو ده اللي في ايطاليا. شوتوميتو ايهيتو. ايهيتو ايهيتو لا شاتيمي كانتاري. شكلك انت طلياني طلياني. طيب المهم، فين بيومي؟ بص يا معلميتو، احنا عارفين الاسوليتو، والاسوليتو بتقوليتو توتو على كابوتو. الله، طب هو مش يعني الاول يعني نشوفيتو بيوميتو؟ بسيطو بسيطو حقيتو، بس خليك فاكريتو، مش بس حياة بيوميتو اللي في خطريتو، انت كمان شفت ساكليتو. ماشي، انتوا بقى طالبين كام فدية؟ 6 مليون دولاريتو. 6 مليون في بيومي؟ ماشي، وانا موافق. طيب يا معلميتو، فين الفلوسيتو؟ بس الأول هتنزلوا مع الرجالة بتاعتي لحد تحت يحاسبوكوا ويعرفوكوا يعني إيه توتو على كبوتو. أنا يا معلميتو، يا معلميتو بلاش الونشيتو عشان أنا بيجيني خانقيتو. بيجيني خانقيتو؟ ما تتكلم عربي عادي، ده حاططنا في بولدوزر. هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ ده انا هحطكم انتوا الجوز في خلاط الاسمنت. لو النبي بلاش الاسمنت، انا عندي حساسيه من الاسمنت. عندك حساسيه وانت هتاكله؟ ما تقلقش يا حبيبي، احنا 5 دقايق وهنبقى عمدان وكرانيش. ها هتقولوا فين بيومي ولا فريكوا انتوا الجوز زي العجينه واعمل منكم 2 بيسه طولياني؟ لا هنون يا معلم، هنون بس هنون يا معلم. مد شوية وما تستنطعش. حاضر يا معلم. ايه ده؟ هو ده المكان؟ هو فنان. يعني انتوا متأكدين ان هو ده المكان اللي انتوا خاطفين فيه بيومي؟ تفتكر يا معلم انا هقول حاجة جديدة؟ وبعدين يعني احنا نقدر نشتغلك بعد اللي عملته فينا؟ ايه العنف ده يا فنان؟ مرزق من يومك يا بيومي. يوم ما يخطفوك يخبوك في نادي. بس الحمار اللي عامل لكم التشطيبات دي حمار قوي. يا معلم، هو كان واد شاب صغير كده كان اسمه حاجه اصعب. ابراهيم اصعب؟ ايوه ده ابني. الله ينور عليك ابراهيم، الله ينور عليك. بس في شويه تفنيشات كده هعملها لكم انا بعد ما نخلص الليله بتاعتنا دي. يعني مثلا الحيطه دي عايزه واد مبيض بحاره على الروقان كده. والنبي يا معلم بالمره كده وانت بتعايم، معلش السقف بتاع المكتب بينشي عليا ميه في الصيف. طب ما ده كويس، بس هعملهولك هعملهولك. فخر، والشطافه بتطلع ميه سخنه نار لدرجه ان احنا بنخش الحمام نعمل عليها شاي. بقول لك ايه، اسره من الاخر، فين بيومي؟ موجود يا فنان، موجود. يا ريتاش ريتاش. ايه يا سيد، في حاجه؟ فين بيومي؟
موجود موجود. خد يا فخر البس ده. ليه هختفي؟ البس واخلص. حاضر يا معلم. بسرعة. حاضر. الله. تعالى يلا الضيف جم. يا حزني أبا بهلول. مين دول؟ أبا بهلول في حد داسلك على طرف فيهم؟ حد ضايقك؟ هوجن هوجن أنا فرقت على هوجن. يا هوجن يا ابني العزوبة ضربتني. لا صحيح ضربوني ضرب يعني يا هوجن. هم العزوبة دي اللي ضربوني يا هوجن. هو مين ده؟ ده بيومي فؤاد بس هو دلوقتي متقمص هوجن. هو بيومي فؤاد. بس بقول لك ايه؟ هتقول لي هوجن هتقول لي جون سيما هاخده معايا زي ما هو كده وانا ماشي مش هسيبه. خده يا فنان. هاتوه يا رجاله بس بالراحه عليه بالراحه عشان الاوردن بتاع بكره ده ما يضربش. والان مع بطل الابطال شجيع الجوعان في قوة ألف راجل إنه هوجان. أنهي جلنت فيكم اللي ضايق أبا بهلول؟ ها؟ يا ترى أنت ولا أنت ولا أنت؟ ها؟ لسه عايزه يا فنان؟ لا خلاص ما يلزمنيش. طب يا جماعه استاذنكم انا بس انا عنده عادي برضو يعني السقف اللي بينشع ده هعمله لك. والشطاف الشطاف ده اخليه سخن وبارد يعني عشان يبقى تعرف تعمل شاي براحتك. السلام عليكم. اتكل على الله. اتكلوا على الله انتوا كمان. شفت يا بابا هلول؟ شفت الجلنط اللي ضايقك ده عملت لك فيه ايه؟ اني تحت امرك. تمرش باي حاجه تانية يا بابا هلول؟ تسلمني يا هوجن يا ابني تسلمني. الهي عروسك من عين يا هوجن. بس بص يا ابني انت لازم تهرب دلوقتي. ليه؟ البوليس اكيد هيقلب عليك الدنيا يا هوجن. حاضر حاضر. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا هوجن. الله يسلمك. صباح الخير يا كابتن. عاش من شافك. تعالى كل. ايه ده؟ طعميه وبتنجان على الصبح؟ قولونك يا ماما. بعدين انت مش في طفل في بطنك؟ واحنا لينا غيرهم يا كابتن. بغذي الواد. ما انت بقى لو تنزلي على علاوه هتلاقيني بفطر مسقعه وببغنوج. وانت ليه كل طموحك بتنجان يا وفاء؟ في خضروات تانية يا ماما. طب تعالى كل بس ده في ورق ياما عايزك تمضي عليه. لا فكني خالص من قصه الورق بتاعتك دي. انا جاي اخد القرشين بتوع الاشتراك وهتكل على الله. انا دماغي مش ناقصه. فلوس الاشتراكات بتاعت السنه جاهزه 1435 جنيه. 1435 جنيه كده في 65 جنيه ناقصين. وفي حد ما دفعش الاشتراك ولا ايه؟ وفاء هو انت دفعت الاشتراك لابنك؟ ابني مش لما يبقى يجي يا كابتن. لا بقول لك ايه ما تمثليش. هو وانت داخله النادي يا اختي الصبح بتسيبي بطنك بره ولا بيخش معاكي؟ وبعدين هو عنده قد ايه دلوقتي؟ 7 شهور ونص. تمام احسبهولك ابناء عاملين وهدفعه 50 جنيه. تقلقيش مفيش بقى اي ايميلات فاكسات الحاجات دي جات لنا؟ ده احنا ما عندناش تليفون ارضي ده منظر بس. ليه ما عندكيش طموح يا بنتي؟ ليه بتكبتيني كده وبتحبطيني يا وفاء؟ ما تحلمي معايا يا ماما. تخيلي احنا نادي كبير. جالنا جواب مسجل بعلم الوصول. شكله ايه ده؟ جالنا من اتحاد كرة السلة. البطولة العربية للسيدات هيتلعب الاسبوع الجاي وهم بقى باعتين لنا عشان نلم الفرق والاعضاء ونروح نشجع. انت بقى رأيك نرد عليهم ونقول لهم ايه؟ في مكافآت الحوار ده؟ الراس عليها 20 جنيه وبيضة ومثلث جبنة نستون. طلعي ورقة واختميها بختم النادي واكتبي اللي هقولك عليه ده. الى اتحاد كرة السلة. عيب عيب احنا نادي كبير. يعني ايه مفيش عيش فينو مع الوجبات؟ امال هنغمس بايه؟ ده في جبنه نستو وبيض. انا مش بطلب خيار يا ناس. انا هديلك الجواب وانت رد عليهم بمعرفتك.
الجواب فين يا وفاء؟ فين يا وفاء؟ لا ده تقفيل السنه الماليه. هو انت فرشه على ورق النادي يا وفاء الفطار؟ يوم الجرايد خلصت. صح. جاوب اهو. وعليه شويه زيت وسمن. مفيش عليه بيض؟ مش فاهم ايه الفرصه ان احنا نروح نشجع نادي وناخد لنا 20 30 جنيه؟ ما تفوق يا فخر، احنا علينا 6 مليون دولار. ما هو البهيم لو يسكت ويسمع كان يفهم. طب الكلام على ايه يا كبرنا عشان احنا مش فاهمين حاجه؟ جايزه البطوله. الفرقه اللي هتكسب هتاخد ال 2 مليون دولار. واحنا ايه علاقتنا بال 2 مليون دولار؟ علاقتنا ان احنا علينا 6 مليون دولار، لو ما دفعناش منهم اي حاجه هنتذبح ابو السيد. انت قصدك نسرق الفلوس من الفرقه اللي هتكسب؟ لا. غشيم زيك تن روحه طلعت من ياما. انا قصدي نخطف الفرقه. تجاره عبيد؟ هي حصلت؟ عايز تتاجر في العبيد يا فخر؟ تجاره عبيد ايه يالا؟ انت عبيد؟ سيبك من الهفق ده، قول لي بتفكر فيها فخر العرب. احنا هنخطف الاداريين والمسؤولين بتوع الفرقه ونروح احنا مكانهم ونفهمهم ان احنا من اتحاد الكوره بتاع السله، وناخد البنات ندخلهم البطوله يلعبوا يكسبوا نزحلقهم وناخد احنا الارنبين الخضر. انا عارف انا بقول لكم ايه كويس. وانت بقى اللي هتعمل كده يا دولفين؟ دولفين؟ اقعد عدل يالا، انت مش عارف انت بتكلم مين؟ بكلم اخويا الكبير. اخو الكبير ايه؟ انت بتكلم رئيس نادي، رئيس نادي محترم. طب ليه مش هنخطف الفريق الليبي؟ اشمعنى يعني المنقوشه اللبناني؟ رقم واحد المنقوشه اللبناني دي خفيفه على المعده. رقم اتنين الفرقه دي دايما ضامنه الفوز، اكتر فرقه عربيه فازت بالبطوله دي. الروايح دي جايه منين؟ ريحتك دي، ريحتك ايه؟ ريحتك دي هاي المذكرات، المذكرات. مش قادر استحمل. انت مش رشيت البيت كله وارتحت؟ فضلت تلعب برا. معلش انا اسف والله، والصراحه يعني المبيت خلص وانا واقف كل ده عمال برش ميه. بتمحك فيكي يعني يا استاذه هيفا لاني مش هقابل حضرتك تاني. بس انا ليه عند حضرتك طلب؟ انا عيد ميلادي قرب. عن جد؟ كل سنه وانت طيب. امتى عيدك؟ كمان سنه ونص. فليا طلب صغير بس تعمليهولي، تغني لي بصوتك الحلو ده هابي نيو يير. لا معلش اصل البتاع ده بوظ صوتي، بلس ان انا عندي برد. والله عارف ان انت هتقولي كده، حاجات البرامج دي اللي انتوا بتروحوها وبتعملوها يا فنانين. صح. قعده رجاله وسمر والرجاله والحاجات دي كلها. ماشي، طب معلش اجبري بقى بخاطري في الطلب التاني ده، نتصور صوره سيلفي انا وانت. وتمشي بعدها؟ اول ما يطفي الفلاش اختفي اساسا من هنا. يلا ماشي. عشان تشوفيه. عايش ثانيه واحده بس. معلش انا اسف والله، انا اسف بس انا صوابعي متاكله من المبيد الحشري باين، ما خدتش بالي. بصي حضرتك ما عنديش صوابع والله خالص، انا اسف والله. وبشرتي ازرقت اساسا، انا بشرتي مش لونها كده، انا بشرتي لونها عادي والله. بس هم في الشركه مش راضيين زي ما تقولي حاطيني في دماغهم، يعني مش راضيين يصرفوا لي بهدله اتعالج او عيانه وبجري على اخواتي والسيمفونيه اياها. وحضرتك شغاله معانا في الشركه؟ والله أنا آسف. طب ينفع حضرتك بإيدك الجميلة دي تمسكي الموبايل وتصورينا؟ هيفا هيفا فعلا. طب معلش بس هتأكد لأنها مش قابلك تاني. الله أنت حلوة أوي. هو أنت حلوة أوي كده في الحقيقة؟ ايه؟ ليه كده يا هيفا؟ اخر طلب بس، سامحني يا رب على الكلمه دي، سامحني يا رب. الصورة مش حلوة مهزوزة، ينفع نتصور واحدة بالطول؟ معلش هقول للحاجة بس دي، يا حاجة بعد إذنك صورينا صورة بالطول. قولي لها أنت بالإنجليزي لأن أنا ما بعرفش أتكلم إنجليزي. معلش صورينا صورة بالطول. خدي. إيه ده؟ الإنجليزي بتاعك تحفة. نجمة نجمة. طب تعالي هنا يا نجمة. طب معلش ممكن بس تصوريني صوره واحنا قاعدين على الكنبه وقلياني بنهزر واصحابه كده؟ ليه ما نطلع فوق احسن؟ لا سيد فوق. انا اسف. طب خلاص 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 اخر صوره بس، صوريني على الكنبه لوحدي وانا نايم كده واللي هو قلياني عارف البيت. انت بتصوري ايه؟
روحت لبيرو البوليس. لا لا خلاص خلاص. قوم يلا بقى. انا اسف انا فعلا زودتها يا استاذه عايفه. انا اسف والله انا اسف. مع السلامه. انا ماشي يا سيد. سلام يا سيد. مع السلامه. ينفع تصوريني صوره وانت بتطرديني؟ ينفع تخرج بره؟ معلش انا اسف. مش قادره استحمل. انت مش رشيت البيت كله وارتحت؟ فضلت تطلع بره. معلش انا اسف والله. والصراحه يعني المبيت خلص وانا واقف كل ده عمال برش ميه. بتمحك فيك يعني يا استاذه هيفا لاني مش هقابل حضرتك تاني. بس انا ليه عند حضرتك طلب؟ انا عيد ميلادي قرب. عن جد؟ كل سنه وانت طيب. امتى عيدك؟ كمان سنه ونص. فليا طلب صغير بس تعمليه لي، تغني لي بصوتك الحلو ده هابي نيو يير. لا معلش اصل البتاع ده بوظ صوتي، بلس ان انا عندي برد. والله عارف ان انت هتقولي كده. حاجات البرامج دي اللي انتوا بتروحوها وبتعملوها يا فنانين، صح؟ قعده رجاله وسمر والرجاله والحاجات دي كلها. ماشي. طب معلش اجبري بقى بخاطري في الطلب التاني ده، نتصور صوره سيلفي انا وانت وتمشي بعدها. اول ما يطفي الفلاش اختفي اساسا من هنا. يلا ماشي. شوفيه. عيش ثانيه واحده بس. معلش انا اسف والله انا اسف، بس انا صوابعي متاكله من مبيد الحشري باين، ما خدتش بالي. بصي حضرتك ما عنديش صوابع والله خالص، انا اسف والله. وبشرتي ازرقت اساسا، انا بشرتي مش لونها كده، انا بشرتي لونها عادي والله. بس هم في الشركه مش راضيين زي ما تقولي حاطيني في دماغهم، يعني مش راضيين يصرفوا لي بهدله اتعالج او عيانه. وبجري على اخواتي والسيمفونيه اياها. وحضرتك شغاله معانا في الشركه؟ والله أنا آسف. طب ينفع حضرتك بإيدك الجميلة دي تمسكي الموبايل وتصورينا؟ هيفا هيفا فعلا. طب معلش بس هتأكد لأنها مش قابلك تاني. الله أنت حلوة أوي. هو أنت حلوة أوي كده في الحقيقة؟ ليه كده هيفا؟ اخر طلب بس. احنا يا رب على الكلمه دي. احنا يا رب. الصوره مش حلوه مهزوزه، ينفع نتصور واحده بالطول؟ معلش هقول للحاجه بس دي، يا حاجه بعد اذنك صورينا صوره بالطول. قولي لها انت بالانجليزي لان انا ما بعرفش اتكلم انجليزي. معلش صورينا صوره بالطول. خدي. ايه ده؟ الانجليزي بتاعك تحفه. نجمه نجمه. طب تعالي هنا يا نجمه. طب معلش ممكن بس تصوريني صوره واحنا قاعدين على الكنبه وقال يعني بنهزر واصحاب وكده؟ ليه ما نطلع فوق احسن. لا سيد فوق. انا اسف. طب خلاص 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 اخر صوره بس، صوريني على الكنبه لوحدي وانا نايم كده واللي هو قال يعني عارف البيت. انت بتصوري ايه؟ روحت لبيرو البوليس. لا لا خلاص خلاص. قوم يلا بقى. انا اسف انا فعلا زودتها يا استاذه عايفه. انا اسف والله. انا اسف. مع السلامه. انا ماشي يا سيد. سلام يا سيد. مع السلامه. ينفع تصوريني صوره وانت بتطرديني؟ ينفع تخرج بره؟ معلش انا اسف. انا مش فاهم الحيوان ده ما بيردش ليه. لا يكونش اتمسك يا فخر. انت يا زفت انت ما بتردش ليه؟ ها اللي قدامك ده جسد بس، ساب روحه في المنتجع اللي جوه ده. انا مش فاهم يعني يعملكوا ايه دي. اما تكبري وتبقي راجل هتعرفي بتعمل لنا ايه. يا جماعه انا كنت هتمسك، كانت على تكه وهتمسكني. ومسكتك؟ للاسف لا. غبي. ثانية واحدة بس يا فخر. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ ده الروب بتاع هيفا، وانا بقرا متذكراتها بردت شوية، فقلت احط الروب ده على كتفي يمكن ادفع. ويا ترى جبت متذكراتها؟ اوف نسيت خالص. ما انتوا عشان طالبين مني 100 حاجة اكيد كنت هسقط حاجة. احنا طلبنا منك حاجة واحدة بس، المذكرات، ونسيتها. طب ممكن نهدى ونتكلم بالعقل؟ انا اطلعت على جزء كبير جدا من متذكراتها. الجزء اللي اطلعت عليه من المتذكرات اعتقد انه ممكن يفيدنا في التعامل معاها. سيد ما تتكلمش بجد خالص وانت لابس اللونجيري ده، ولو سمحت اقلعه عشان نعرف نتكلم. على جثتي اقلعه عريتاش؟ ده لو فيها طلاقنا مش هقلعه عريتاش. البتاع ده انا هتدفن بيه لما اموت كده تدفنوني بيه. طب اخلص. ممكن تقول لنا قريت ايه في مذكراتها نقدر نمسكه عليها زله؟ انا اللي قريته يا جماعه شيء مريع. ايه؟ شيء فظيع. ايه؟ شيء شنيع. شيء سريع. شيء ربيع. ما تنجز وتقول. هيفا بتحب الصلح. ايه يا خسارة. حظك حلو يا فخر، انت اللي هتخش عليها.
لا معلش ثانية واحدة مش فاهم انت بتتكلمي في ايه. عشان انت اصلا واحد فينا. هو انتوا عيميتوا يعني؟ معلش انا اسف، مش شايفين ان ده شعر؟ لا ما انت اصلع من نص اهو يا فخر. لا يا حبيبي دي قرطي. كل دي قرطك؟ ايوه دي قرطي. انا زمان وانا صغير كنت بحب بس اركب موتوسيكلات كتير، وفي مره لبست خوذة عملت بيها حادثه رهيبه فضلت معلمه في دماغي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده 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 بجر امي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ ايوه طيب مش مفيش حد كده. لو سمحت ارجوك لو سمحت. اه ده تلاقي كان عليه 12 مليون دولار ولا حاجه، تعامل معاك تحفه في القصر. لا اله الا الله، لا اله الا الله على الراجل ده اللي هيجنننا ده. سلام قولا من رب. لا 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 ابو النبي، لا تأذينا ولا نأذي، اقسمت عليك بالعزيز الجبار. لا لا ما تخافش يا ابني، انا السحاوي. انت السحاوي؟ اه. طب ده هو ده وشك ولا الاولاني اللي كان وشك؟ زي ما تحب. طب وحضرتك عامل كده ليه؟ اصل النهارده الهالوين، كل سنه وانتوا طيبين. وانت طيب؟ انت طيب يا معلم. تاخدوا كنز؟ ربنا يخليك يا معلم. وانت طيب؟ اتفضل. وربنا يعود عليك وعلينا الايام بخير. بس معلش يا معلم في سؤال، احنا كل مره بنيجي عندك بيبقى في مناسبه، هل يا ترى احنا بنيجي في وقت غير مناسب؟ بالعكس. على فكره يا معلم انت لو بعت لنا مسج بس كنا جينا على طول، احنا اتفه من كده بكتير. انا عارف، بس انا بحب الخطف، بحب العب. العب يا معلم. انتوا مين؟ عارفه انا نفسي في ايه دلوقتي؟ عارفه انا بحلم بيه؟ يو نفسي يكون لي ابن منك افضل اشتف فيه. ابن مني؟ طب زيح من هون يا قليل العدب، بدي امشي انا من هون. زيح ما اطلب لك البوليس. يا ستار شنبي ولا نار، ده انا عيني منك مستحيل استغنى عنك. ايه ده في ايه؟ ما تيجي نرقص رقصه ما فيش بعدها قعده، ونلم اصحابنا وحبايبنا انا وانتي ونعمل قعده. قعده؟ لا انت اللي هتقعد في السجن لو ما مشيتش من هنا. تعالي. ايه ده؟ هو في ايه؟ في ايه؟ في ان محدش يقدر يشوفنا ويسمعنا غيرك. ليه؟ عفريت؟ لا مش عفريت، بس انا عارف انا بقولك ايه. اقفي انا يا ماما. يا سيكيورتي، يا امن. يا امن تمام، انت في كومباوند كبير ومحدش هيسمعك. الكومباوند كبير ومالوش قرار. عندك يا خواجه. على جنب انت يا بنت بلدي يا قشطه، عشان الدم هيبقى للركب. حاضر. عندك يا خواجه، انت هنا مجرد سايح، هتعاكس بنت بلدي اديك بالجزمه. تحترمها اشيلك فوق قرعتي. ما انت لا مؤاخذه لو شلتني فوق قرعتك ما انا هتزحلق. ده انتوا بتحلووا بقى. انت بتضرب رجالتي يا بلاطه الكلب؟ طب انا هشطف لك البلاطه. فرجني. افور افور عشان تصدق. ايه القوه دي؟ انت جبت القوه دي كلها منين؟ كده حلو يا سيد؟ حلو اه، بس ايه اللي انت لابسه ده؟ انا لابس شبه الامريكان زي ما قلت لي. لا انت كده لابس شبه المدفعجيه. وبعدين ايه الحلق ده؟ مش ده حلق ريتاج اللي اتسرق من يومين؟ لا، في فرده ضاعت وفرده انا سرقتها، ما تظلمنيش. تعال انا هديك في الفلاته. خد في الفلاته. جو تو هيل. سلام يا خواجه. قرعتي. اوه ماي
جاد طيرته، مش معقول شو بطل. ايه يا بنتي في ايه؟ اخوك فين عشان هقتله النهارده؟ انا ما عنديش اعتراض بس فاهميني في ايه؟ هو فين بس؟ جه ودخل على اوضته. هو شرف العريس؟ دي ليه صوتك؟ تعالي اقعدي هنا فاهميني في ايه؟ هو اللي بيجي من بره ويخش على اوضته ويقعد يسمعني في اغاني حمو بيكا وينهار عياط، واقول له مالك يا ابني؟ يقول لي مفيش، هيفي صرفت نظر عن الموضوع، وانت راجعالي متخرشمه ومش راضيه تفهميني في ايه؟ هتفهموني في ايه والا هسيب لكم البيت واطفش والله العظيم. سيد بيخوني يا فخر، وبيخوني مع مين؟ مع هيفاء وهبي. طب وانت يعني مش عاجباكي هيفاء؟ بص هي مش وحشه ومش حلوه. طب احلفي كده يا فخر، يسيب ريتاج ويروح لهيفاء وهبي. اقسم بالله هخبطك بالقلم لو قلت كده تاني. ده انا نفسي اسيبك دلوقتي واروح اجيب لها طلبات البيت. والله؟ طب انا هدخل له بقى. اقعدي هنا، هتخشي دلوقتي وهتقطعي وشه، هتستفادي ايه؟ هفش خلقي. اسمها هفش غلي. هفش خلقي، هفش وشه، بس هفش اي حاجه عشان اهدى. حلو، ويجي السحاب بعد كده يفش راسنا كلنا، صح؟ طب المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزك تهدي خالص، وفي نفس الوقت نسيب البي فاهم ان احنا صرفنا نظر عن موضوع الفيلم، وبعدين نصوره بقى هو وعشيقته من غير ما ياخدوا بالهم، وبكده يبقى معانا احلى فيلم رومانسي في الكوكب. وبعدين الفيلم يبقى معايا، وانا بقى هعرف ارجع لك جوزك كويس. انت هببته ده يالا يا سيد؟ حد يعمل اللي انت عملته ده؟ انا اعمل ايه بس يا فخر؟ ما برضو دي هيفاء وهبي، ده انا كانت فتاه احلامي بدريه طلبه، جات لي هيفاء وهبي اتجننت. بعدين يا اخي غلطت، كل الناس بتغلط. ايه هتعلقوا لي المشانق؟ يا عم مش هنعلق لك المشنقه، بس انت غشيم. حد يبقى هيتجوز هيفاء وهبي ويخلي مراته تقفشه؟ طب كنت قول لي، كنت خلعتك منها وطلعتك زي الشعره من العجين. يلا معلش، انا حاسس ان ربنا ان شاء الله هيديني فرصه ثانيه، ان شاء الله اعجز واصلح واظهر في حياتها من تاني. يا رب اصلعها يا رب، يا رب اصلعها يا رب، يا رب. اصبر بقى عشان مراتك نازله، تعالى يلا عشان تصلحها. بعد كل اللي عملته فيا؟ يا سلام، ما انت كنت هتتجوز عليها، عندها حق يعني. ماشي تعالى. يا ريتاج رايحه فين؟ ريتاج ارجوكي ما تصعبيش الموقف اكتر من كده، خلاص بقى. رايحه البيت وعلى الله تيجي، ومن النهارده تشوف لك حته تبات فيها. يا ريتاش بقى خلاص بقى، سامحيني يا حبيبتي، وبعدين انت هزقتيني قدام كل الناس وضربتيني بالجزمه على دماغي كمان، عايزه ايه تاني؟ لا 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 مش كفايه يا حبيبتي، ما تضيعيش بيتنا، ما تضيعيش كل اللي حصل بينا، ما تضيعيش الذكريات عشان خاطري. حاجه والنبي خلاص بقى يا ريتاش، الطيب احسن وبلاش نعاند بعدنا. خلاص بقى يا ريتاج، وبعدين الواد يعني ده عبيط، ده العبيط. لعلمك ريتاج طيبة هتسمع كلامنا، هي طيبة اه بس فوفة أطيب. ايه؟
فوفة دي فردوس عبد الحميد. قطي دي امنا كلنا. في حد اطيب منها؟ مفيش مفيش حد خالص. خلاص بقى يا ريتاش بقى، ده العبيط، انه العبيط. سامحي بقى، بصي بتضحك ازاي والله بتضحك، ايه والله بتضحك. خلاص هتصالحك يا لسي. خلاص يا فخر عشانك المره دي والله. ماشي يا ستي وانا موافق، بس بشرط تاخدوا بعض وتروحوا البيت تتعشى عشا رومانسي. ماشي يلا يا سيد على البيت. لا بيت ايه؟ اصل في معلومه صغيره كده انتوا ما تعرفوش عنها حاجه. مفيش بيت خلاص. هو ايه اللي مفيش بيت؟ امال البيت راح فين؟ فاكره عم برسوم صاحب البيت اللي كان بيهزقني في الطلعه والنازله؟ فاكراه. هو كان عارض عليا خلو ورجل واسيب له البيت ويديني فلوس، فانا بصراحه خدت الفلوس وعملت له التنازل خلاص، فمش هينفع نروح. وخدت الفلوس عملت بيها ايه يا سيد؟ بعترت الفلوس يا سيد؟ لا يا ريتاش ما بعترتهاش. ما تصبري بقى شويه اشرح لك. انا اخدت الفلوس دي وجبت لهيفا هديه عربيه في عيد ميلادها، وبعدين حاولت ارجع العربيه قالت لي لا خلاص انا شغلتها اوبر. يا نهارك اسود، بعت بيت جدي يخرب بيتك. خلاص يا ريتاش خلاص. ايه يا غبي؟ خلاص يا ريتاش خلاص يا ريتاش خلاص. انا صاحب النادي اهو بقول لك هتقعدوا معايا في النادي. ها قفلتها لك وانا بديك الساعه لما تقعدوا معايا. وبعدين يا اختي انت بتقولي تقعدي في نادي خمس نجوم. ايوه صح، نقعد مع فخر في النادي. هنقعد فين في النادي؟ في اي حته انت مصره يعني. تعربيها نقفل حلبه الملاكمه دي ونعمل اوضه نوم لطيفه ظريفه، ننام في الركن الاحمر في الازرق براحتنا. طبعا هتنيم مراتك في حلبه ملاكمه. بلاش يا ستي حلبه الملاكمه، عندك الجيم اهو، نقفله ونعمل اوضه نوم برضو لطيفه. عايزه تنامي على كنبه البنش، على مكنه الظهر، زي ما انت عايزه. ايوه ايوه بقى، وتجيبوا لي حته عيل في النادي هنا صغير قاعد العب بيه اقول له يا قويا يا قويا. ها ويشوفني يقول عمو فخر اهو، عمو فخر اهو، انزل بسين يقول عمو فخر نزل البسين، اطلع يقول عمو فخر بينشف. يا فرحوني يا اولاد اللذينة، نفسي في حته عيل افرح بيه. بعدين يا عبيطه احنا معانا فيلم بطوله هيفاء وهبي، يعني ده هيتباع مش اقل 2-3 مليون دولار. انت بقى يا ريتاش انت بقى وامسحي كل اللي فات. وانا فعلا مسحته. مسحتي ايه؟ مسحت الفيلم. انهي فيلم؟ هو في مليون فيلم، هو الفيلم اللي صورناه ده. انت نهار ابوك يا فخر. لو سمحت ما تكلمش مراتي بالطريقه دي، طول ما انا عايش ما تكلمش. على حق اخويا، كمل كلامك. تعالي هنا يا بت. ايه ده بس يا استاذ فخر، انا ما كنتش عايزه اي صوره تجمع سيد بهيفاء وهبي تاني، وبعدين كنت عايزه امسح الميموريز دي من دماغي خلاص. انت جننت يا فخر، بتضرب مراتي بالقفه واديكم بالجزمه كمان. ده انا حرامي يالا، انتوا فاكريني محترم وبقول لكم على حق. ولا ولا ما حدش يعمل صوت عشان في ناس بتتعالج فوق عندي في المكتب. ايوه شد شد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ريتاش؟ ايه القرف اللي انت مهبباه ده؟ ايه؟ ما انا لسه مسيقت فوق ومسحت الحمامات واديني برتب اهو دلوقتي. اديني برتب اهو دلوقتي؟ وايه النجيله اللي على الارض دي؟ ايه كميات النجيله اللي في النادي دي؟ انا عمر النادي عندي ما كان فيه نجيله. بقول لك ايه؟ انت هتطلعي تسيقي النادي مرتين زي ما قلت لك بالظبط. هتشتغلي هتاكلي. شغل الفيلج ده خلاص ما بقاش موجود. انت هنا عشان تنظفي وبس، بعدين جايب لك مصلحه حلوه. ايه؟ القهوه اللي جنبينا دي. هتشطفي الكوبايات وتلمعي الترابيزات وتسيقي الدنيا كده وتخليها قمر، وهيدوكي 70 جنيه اخر اليوم. انت 5 جنيه وانا 65 جنيه وكله بما يرضي الله. تمام؟ تمام. يوم الاثنين والخميس راحة. الملكة. هسميكي هنا الملكة وانت ماشية يا ملكة، ينادوا عليكي يقولوا لك كده. هتلمعي سلالم العمارات اللي جنبينا كلها، ال 58 عمارة اللي جنبينا كلها، تغسلي السلالم وتنضفي المناور كده، وترجعي هنا الساعة 4 الفجر تنامي براحتك اليوم كله معاكي. ماشي حاضر. اتفقنا؟ اتفقنا. ايوه منك لله يا سيد. حاجتين الاشكال الواطية دي. ايه؟ اشكال الايه؟ الاشكال الهندسية. بحسب. يخصى الزمن. يا كابتن يا كابتن هتعوروا بعض. الزمن اللي يخلي الاخ يخسر عربيه اخوه الكبير. وقال ايه؟ اعمل بلقمتك. ماشي. الشاي يا استاذ سيد. اسطى متشكرين يا مدام. حطيتي لي سكر؟ معلقتين ونص. متشكرين. الصينيه.
اتفضلي وانا هاكلها. ايه ده؟ الريموت ده شكله غريب قوي. ها؟ ايه ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ يا جماعه مش هتصدقوا لقيت ايه؟ ولا انت ايه اللي جابك يا؟ انا مش قايل لك لما على العربيه ونضفها؟ ايوه ما انا نضفتها، اقعدوا بس هفهمكم. وانا بنضف العربيه لقيت ده. ايه ده؟ انت هتهطل؟ هتعيش اهطل وتموت اهطل؟ ده الجهاز اللي بيغني اغاني بابا فين والحاجات دي، اللعبه ده. بتضحك عشان عارفاه صح؟ يا جماعه لا، الجهاز ده بيعمل حاجات غريبه جدا. انت لقيت فين البتاع ده؟ لقيته في الدواسه وانا بنضف. في العربيه؟ ايوه. البتاع ده كان مع الالين انا فاكره. يبقى باسل سقطه خالص. هنرجعه له ازاي دلوقتي؟ نرجعه له سوبر جيت؟ تصدق فكره؟ ننزل موقف الترجمان ونشوف سواء امين كده من اللي شغالين خط المريخ دول، نديله 20 جنيه والجهاز وهو اكيد هيوصله له. مفيش الكلام ده، الراجل زمانه وصل بلدهم وقعد وفطير وقشطه وعسل وخربها. هات بس الجهاز كده اما نشوف هنبيعه بكام. اوعى يا فخر، بقول لك البتاع ده بيعمل حاجات غريبه جدا. البتاع ده بيرجع لورا. بيرجع لورا؟ ازاي يعني؟ بيعمل سحبه مايكل؟ لا يا لذيذ، مش بيعمل سحبه مايكل، بيرجع لورا في الزمن. سيد، هو انت خدت من البرشام بتاعي اللي محطوط على الكومودينو؟ لا ليه؟ بس انا لما باخد البرشام ده برضه بيهب عليا كده، بحس ان انا بفضل ارجع لورا ارجع لورا. يا فخر لا، ده بيرجع في الزمن زي ريموت الفيديو كده. طب ما ترجع لورا كده وخلصنا من مشكله السحاوي دي. ما دي اول حاجه جربتها يا ريتاش، بس للاسف بيرجع ساعه واحده بس. يخرب بيت النحس، يعني يوم ما نلاقي ريموت يطلع بيرجع ساعه واحده بس؟ ارميه يا ريتاج. انت تفتي في عقلك زيه؟ ده عبيط وبيقول اي تخاريف. اه صح، بيقول اي تخاريف. ايه العبط ده؟ عبط؟ طب تعالوا بره بقى فرجكوا العبط. تعالوا. اوعى ايدك. فين يا عم عبقرينه الجهاز؟ ما تشغله. شايف الناس اللي قدامك دول؟ اه. ثواني وهتشوف حاجه عمرك. رئيس فخر. والنبي يا رئيس فخر، عايز ال 1000 جنيه اللي عليك عشان مزنوق قوي. ماشي يا صبحي، بس انت يعني برضو بتطلب 1000 جنيه، دول كسور. هات انت 200 جنيه نقفلهم على بعض 1200 جنيه، مبلغ كبير. اقسم بالله ما هنام الليل لحد ما اسدهولك. عمرك سمعت عن واحد يعني بيطلب دين 1000 جنيه؟ بس ضروري بكره. يا باشا وقتي، ما تقلقش. اتكل على الله صبحي. ماشي يا ريس. فين يا عم انت؟ جاهزين؟ جاهزين. قوم. ايه ده؟ احنا رجعنا من الاول تاني. عيب عليك، انتوا لسه شفتوا حاجه؟ رئيس فخر، والنبي يا رئيس فخر، محتاج ال 1000 جنيه اللي عليك عشان مزنوق قوي. انت هتشتغل لي كل شويه ولا ايه يا صبحي بقى؟ يا غبي، ما احنا رجعنا من الاول، هو عنده حق. ايه ده بجد؟ طب بص يا صبحي، ال 1000 جنيه دي كسور، مش هفتكرها، مبلغ صغير، انما لو اديتني 400 جنيه هيبقوا مبلغ كبير مقفول، هقدر افتكره واسده. صدق كلامك صح. ايوه. بس ضروري بكره. يا باشا وقتي. شكرا يا صبحي، اتكل على الله. ايه؟ هات بقى مجرب مره كده بعد اذنك. يلا. واو، انا عاجبني الموضوع قوي. صبحي صبحي. والنبي يا ريس فخر، محتاج ال 1000 جنيه عليك. بقول لك ايه يا صبحي؟ مش هنقعد نهري ونروح ونيجي كل شويه، معكش 6 مليون دولار؟ ها؟ ده هيبقى معاه 6 مليون دولار ازاي؟ ازاي؟ صح عندك حق. طب خلاص يا صبحي اتكل على الله. اتكل على الله يا صبحي. يلا يا صبحي. ما كفايه طفح بقى. شايف بتعمل ايه يابا؟ معاه حق يابا، ده انت اكبر مني يا حاج لا مؤاخذه. انا عارف ان السفره حلوه، السفره حلوه مفيش كلام، بس انتوا لا مؤاخذه عديتوا الميني تشارج بزياده. يلا انا مش غور انت وهو. يلا يا جاي ليه؟ ايه اللي جابك؟
عايز حقي. حلو، مفيش كلام، بس لا مؤاخذه اخد الحق صنع وبالايه وبالاصول. وانت يعني لا مؤاخذه دخلت السيمه اللي انت دخلتها دي يعني من غير لا مؤاخذه، انا ما شفتش فيها صنع ولا هوبت من الاصول. غشيم زيك تنو دب تخ رزع زو لو من ياما. ايه؟ غشيم زيك تنو تخ رزع دب زو لو من ياما. انت بتعرف تقول اردب انور في منورنا وارنبنا في منور انور؟ ارنب انور في منورنا. حلو. ومربرنا. بربرنا. عشري. احنا بنخاف يا ابراهيم. كان في دكر بط على السفره وشالوه ابراهيم. والحق ابراهيم في واحد بيجري بصناية رؤى هناك اهو ابراهيم، انا هفجر المكان ده. فجر مكان شبع؟ هو اسبوع؟ اقعد ساكت عشر. ساكت ساكت يا هيما؟ ساكت ساكت عشر. اتكلم. بيت ديت خدت مني كيس شيبسي ما دفعتش ثمنه. كذاب كذاب يا سيد المعلمين. وحتى لو خدت منك كيس الشيبس فتيجي تعمل النمرة هنا، انت شارب ايه؟ شارب سفن؟ سفن؟ تعالى يا حورية. روح هات الكيس يا حورية. ايوه يا معلم بس. روح هات الكيس يا حورية. أنا سمعت عنك ياما، وعارف إن قلبك جامد، بس أخضر، لسه ما نشفتش. كيس اهو يا سيد الناس. انا حياتك تاني. الكيس ده انت فديت نفسك بيه، ده اول شغلنا مع بعض، والمكسب ليا كله. بينا عشر. استنى، حسنة اللي في وشك دي البسها نوتيلا، ولمؤاخذه حط عليها حته كيكه فانيليا صغيره كده، ودخل دماغك في الفرن نص ساعه، ولما تطلع كل وادعي لي. تكل. بينا عشر. اللي انت عملته ده يا معلم كده تسيبهم يمشوا؟ لو عندك شجره كريسماس موجوده في الريسبشن وزحملك الدنيا هتقطعيها ولا هتستني لشهر 12 لما بابا نويل يجي ويوزع الهدايا على الناس وتبقي خدت خيرها؟ فهمتي حاجة؟ لا مش فاهم. طب والنبي يا ريتاج، أنا عايز حتة من الورك المحمر ده قبل ما يجوا. احنا كده يعتبر إيه عملنا له اللي هو عايزه؟ احنا مش عارفين اللي جاي إيه يا فخر. ما أنا مش عارف بقى، مش مهم عادي، نبقى نجيب فراخ بلاستيك، ما تضايقوناش بقى. احسن احسن، عشان انت عيل غبي. حد يفرج واحد تعبان في دماغه على ابراهيم الابيض؟ وانا مش عرفني انه فيلم اكشن، انا طول عمري فاكره رومانسي. مش احمد السقا المفروض بيحب هند صبري؟ هو ايه اتنين بيحبوا بعض يبقى فيلم رومانسي؟ انت مجنون. سيبوكوا خالص من قصه الافلام بتاعه بيومي دي، انا هجهز لسته مش هتفرج غير عليها هي. بقول لكم ايه، لا افلام ولا بتنجان، انا سايق تحت بيتفرج على كرتون وهادي خالص. كرتون ايه؟ الكابتن ماجد نجم الملعب. ها هو كابتن ماجد يقف في ملعبه كما يقف الأسد في عرينه، واثق من مهاراته، وسوف ينافس اليوم عدوه اللدود كابتن بسام. ترى من سينتصر اليوم، ماجد أم بسام؟ أنا هناك كي أهزمك شر هزيمة يا ماجد. ها يا إلهي بسام، ها لكني جئت كي أحرز مزيد من الأهداف. ها وكيف تفعل ذلك وأنا معي أحسن حارس مرمى في الكارتون رعد؟ إنه رعد أحسن حارس مرمى بالفعل، لقد وقع ماجد في مأزق كبير. اليوم يوم الانتقام يا ماجد، لن أدعك تسدد أو تحرز أي هدف. ها يا إلهي رعد، لن تستطيع أن تحرز أي هدف يا ماجد وأنا هنا. لحظات وتبدأ المباراة الحاسمة، مباراة البطولة بين فريق المجد وفريق الحرية، من سينتصر؟ إذن فلتبدأ المباراة ونرى
من سيفوز؟ هيا يا ماجد، هيا هيا فريق المجد، النصر لنا. أوقفوا يا بسام. لا تقلق يا رعد، لن يعبروا مني أبدا. اليوم سوف أفوز، سأفعل ما بوسعي لإحراز البطولة، ولن يستطيع أن يوقفني بسام أو رعد. هذه مبارتي يا ماجد. ها أنت قد أتيت لي يا بسام، سأحرز الهدف لا محالة. لا، لن تحرز يا ماجد. سأحرز. لن تحرز. قلت لك سأحرز. أرجوكم لا ترجوا كثيرا، لقد أصبتموني بالصداع النصفي. هيا يا بسام، لا تجعل ماجد يخطف الكرة. فخر، صورني مع الهرم عشان الكاميرا الأمامية بايظة. اصبر يا سيف. ماشي. يا فخر، صورني مع الهرم عشان الكاميرا الأمامية بايظة. اصبر طب يا سيف. ماشي. يا عم انت هتخسر ايه؟ ما تصورني مع الهرم يا عم قبل ما الاتوبيس يجي. سيد تعال. ممكن تبقى على مستوى الحدث؟ احنا جايين هنا يا سيد عشان نخطف، مش جايين نتفسح. ليك عليا يا سيدي، بعد ما نخلص المهمه دي اصورك مع الثلاث اهرامات اللي قاعدين في الميكروباص. تمام؟ ماشي. اصل المكان هنا تاريخي قوي وجميل يا فخر. شوف يا اخي سبحان الله الزرافه قاعده ازاي؟ ده جمل. لا يالا مش بتكلم على الجمل، بتكلم على الزرافه اللي قاعده هناك دي. ايوه ما هي اللي قاعده هناك دي اللي قاعد ده جمل. يا راجل. طب هو بيمشي ازاي وما عندوش رجلين؟ اصل من بطنه للارض على طول. هو الجمل ده مش زواحف زي التعبان والارنب كده؟ تعالى يا سيد، ده اللي اتفقنا عليه. انا مش لسه من ثانيه قايل لك نبقى على مستوى الحدث، والا اقسم بالله هدفنك هنا. خلاص يا فخر خلاص. اقف عشان الاتوبيس جاي. اقف. يا عيق يلا رجاله. بقول لك ايه؟ امر يا ريس. تلات رجاله دول هم اللي عليهم الكلام. تمام يا ريس. البنات الجامدة دي سبحان الله. ايه جامدين صح؟ لا الجمل قام وقف، ده طلع عنده رجلين. ده احنا ليلتنا عنب. ليلتك ايه؟ ده انت هتبقى ليلتك طين دلوقتي. انت جاي هنا عشان تخطف الرجالة دول، الحريم دي بتوعنا احنا يا حبيبي. اخطف واحدة بس. تخطف واحدة؟ تمام، وانا هكلم السحاوي، نشوف بقى لما السحاوي يعرف هيعمل فيك ايه. خلاص انت بزق دي، ما تزقش. اتفضل يا بيه، اتفضل على شغلك. يلا رجالة. يلا. انا جسمي سايب قوي يالا سيد، مش عارف هتكلمهم ازاي. هنكلمهم عادي يالا، احنا مصريين يعني. سافر كده في اي حته في العالم وجرب تتكلم مصري قدام اي ست هتلاقي وقعت في هضمه خطوه. لا لا مفيش الكذب ده، كل ده هكس. انا سافرت بره الدنيا دي كلها كتير. طب اقول لك على حاجه، اخر مره مسافر بره مصر كان في شله بنات واقفه كده، رحت اتكلم معاهم مصري، مسكوني رزعوني علقه يا سيد، بلعوني سناني. ليه انت كنت مسافر فين؟ راس البر. طب راس البر ده انت برضه منقي راس البر، يعني لعلمك الراس بريين ما بيحبوش المصريين. تصدق يا لا سيد عندك حق، انا فعلا من ساعه ما نزلت في المطار والمعامله كده ما كانتش حلوه. ما بقول لك اهو. طب تعالى تعالى. مساء الخير يا بنات، ممكن تتفضلوا معايا من غير شوشره؟ انتوا مين؟ احنا مندوبين اتحاد كره السله وهنكون معاكم النهارده. لك وينو الكوتش؟ وينو الاساتذه الاداريين؟ ولا انا ما شفت حدا من وقت ما ركبوا الجمال؟ هو للاسف الكوتش والاساتذه الاداريين مش هيقدروا يكونوا موجودين معانا لان عندهم ظروف. ظروف؟ ظروف شو؟ نحن ما عندنا خبريه بهي القصه. عندهم ظروف، يعني للاسف عندهم ظروف. ظروف؟ كلنا بيحصل لنا ظروف. مش مسكوهم بيسرقوا ابو الهول؟ لك شو انت اللي عم تحكي؟ سرق ابو الهول كيف يعني؟ لا ما هو اكيد مش بيسرقوا ابو الهول كله، هما كانوا بيحاولوا يسرقوا ساعة ابو الهول، سرقوا ساعة ابو الهول، مش كده يا فخر ولا ايه؟ انت ما شفتيش ابو الهول وهو بيصوت وعمال يقول حرامي حرامي؟ شو هالحكي؟ مش بس كده يا فندم، للاسف التحريات بلغتنا ان انتوا كنتوا بتتعرضوا لمؤامرة كبيرة جدا،
الكوتش والأساتذة الإداريين ما كانوش هينوا الرحلة في الأهرامات، كانوا هياخدوكوا ويطلعوا على دريم بارك. يا ساتر يا رب. أرجوك يا سيد ما توترش الناس أكتر من كده. ما تقلقوش يا جماعة، تم السيطرة على الموقف. المطلوب منكم دلوقتي إنكم تسلمونا موبايلاتكم، باسبوراتكم، هدومكم. لا دي في البيت يا سيد، عشان تقدروا تركزوا في البطولة كويس وتكسبوها إن شاء الله. شايفين الميكروباص اللذيذ اللي هناك ده؟ إيه؟ كلنا هنروح نركب فيه دلوقتي. بس الباص من هون. لا يا فندم، الميكروباص ده مؤمن مكيف صغير، فهتبقى مدعكة على الله التسهيل. يلا بينا. أوكي يلا تعال، خدوني بس وسطكوا كده. بوص بقى جوه. يلا تعال تعال، شيل إيدك يا فخر. إيه ده أنت؟ ما احنا شو عم نعمل هو؟ وين اخذنا لك عمتي؟ وين بلد فرقتنا؟ وشو خطفين انتك عمي؟ ما شاء الله عليك نبي، عرفتها لوحدك؟ ما تقلقش، هخطفك يومين وهترجع تاني مع فرقتك على لبنان، ما بعد الماتش. ولا 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 انت عم تمزح، اكيد اكيد عم تمزح. شو عم تحكي انت لك عمي؟ لو كان بنزل بكسر لك هو بكسر لك عظامك. كسر عظمي؟ طب انزل كده ورينا كسر عظمي زي عمي الحلو. ايه بنزل، ليش حتى ما انزل بنزل؟ بس بعتذر منك ممكن تنزلني وبرزيك بكسر عظمها. طبعا هنزلك بس مش هنا، في المكان اللي هتشرفني فيه كمان يومين. يلا يا بنات انزل، يلا يلا بسرعة، يلا يلا يا سيد. يلا مين دول يا كابتن فاخر؟ ايه انا واخويا سيد، وانت شايفين حد تاني؟ ارجع حبازة، ارجع. خش انت يا سيد، خش انت، هتقف لي بره، هات الباب. عيب عيب، ده احنا جرين. عيب عيب عيب، ده احنا جرين، ده احنا جرين. هو بقى بسرعه. خش انت يا سيد، خش انت يا سيد، سيبنا سيبنا. انا يا سيد اتفضل. اتفضلوا اتفضلوا على الاقل مهلكم. اتفضلوا خش. تعال تعال، بقول لكم ايه، الحمامات هنا على الشمال والاوض اللي هنبات فيها مع بعض على اليمين. ثانيه واحده ثانيه واحده. هما دول المنقوشة اللبناني؟ منقوشة؟ دول منقوشة بالمربى. شفتي أجسادهم عاملة إزاي؟ أجساد إيه؟ أجسادهم رياضية إزاي ما شاء الله، الله أكبر. طب أنا مش موافقة على الخطة دي يا سيد. خلاص أنت جاي تقولي دلوقتي كده هرتاج؟ ما قلتيش كده من الأول ليه؟ وبعدين أنت ليه مصرة كل حاجة حلوة في حياتي تبوظيها؟ أنت غيرانة منهم على فكرة. غير من إيه؟ ده فخر في أنوثة عنهم، وبعدين أنا رتاج، عارف يعني إيه رتاج؟ أيوة البيرة، أيوة الساقع للسخن. خد يلا خد يلا، تعال هنا. ثانية واحدة ثانية واحدة، حاضر جاي جاي. تعال ثانية واحدة. بتوزع عليهم ايه؟ بيرة. وانت بتوزع عليهم بيرة ليه؟ اصل البيرة في الحب خطيرة. ايه؟ اصل البيرة دي عشان هم رياضيين، يعني ده مشروب طاقة. انت مش بتشوفي لعيبة التنس حاطين جنبهم صندوق بيرة يخش يضرب الضربة ويطلع ياخد بق؟ مش كده فخر ولا ايه؟ طبعا. وبعدين ده بروتوكول متعارف عليه دوليا ولبنانيا، لو ما عملناهوش نتفقس. امال؟ بعدين احنا مقصرين كمان في البروتوبول ده. مقصرين في ايه بقى ان شاء الله؟ ده ناقص تجيب لهم رقاصة بشمعتين ترقص لهم. لا يا اختي يا حلوة، احنا لسه ناقصنا فستق، جزر، خيار، حمص، وجميع المزات المصرح بها دوليا. انا ماضي على كونترات وبالكلام ده. انت عايزانا اتحبس؟ طب بص يلا انت وهو، انا لا يفرق معايا دوليا ولا محليا ولا حمصيا، ها؟ وعليا الحلال، لو لقيت حد فيكم باصص لهم بصه كده ولا كده هكسر الازايز دي على دماغكم. هات الازايز دي. اوعى. شوف لك صرفه في مراتك دي، انا بكرهها. مش قصتي انا، كل قصتي يا سيد ان احنا معانا 10 مزز لبنانيين، انا وانت لوحدنا ومقفول علينا في مكان نائي يا سيد. اقسم بالله يا سيد، اللي في دماغي لو ما تحققش لكون مرتكب جناية يا سيد. لا فخر ما تعملش كده عشان الطريقه دي بتخوفني. مش قصتي. لازم تشتغل دلوقتي، ها؟ اتصرف في الموضوع ده يا سيد. انا مش هتجوز وانت هتجوز يا سيد، اخلص. طيب حاضر اخويا، انا هشوف صرفه تغورها من هنا. مش جامدين قوي يعني، كفته. انت
بتعملوا ايه؟ احنا كنا بننظف الازاز. بتنظف الازاز بوشك يا سيد؟ ايوه زي السمكه اللي بتبقى في حوض السمك بتنظف الحوض من جوه بوشها، احنا بقى بننظف الازاز بوشنا. عامله لي بنتي ناس قوي وهيكل ناس قوي، وانت مش عارفه السمكه اللي بتنظف الازاز ولا عمرك ربيتيها؟ لا ربيت سمك وهربيكم انتوا الاثنين. ايه حلو الكباب؟ طب دوق الطحينه، الطحينه حلوه برضه. وبعدين بقى لهم ساعتين عمالين يزلطوا في الكفته ولا حد معبرنا. عامل لك ايه؟ ما انا شغال اهو. شغال بتعمل ايه؟ عمال بغمز لهم بقى لي ساعتين، وفي واحده ابتدت تركز معايا. انهي واحده؟ اللابسه بينك دي. دي؟ دي جات لي من نص ساعه وقالت لي هو اخوك عيان؟ هو بيعمل كده ليه؟ وعنده حاله عصبيه؟ افتكرتك مجنون. وربنا؟ اه والله. يعني كل اللي عملته ده راح في الارض؟ غريبه. مع اني كنت بشقط زمان من حديقه الفستق كده. لا لا فخرا انا بدات اتوتر والاتاج قربت تيجي. ولا 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 مش وقت عايا هنا خالص. لا انا بكلمك بجد يا فخر، انا حاسس ان ضغطي مش مظبط. حاسس ايه ده؟ ايه ده؟ علي صوتك، علي صوتك يمكن نكسب تعاطف. ايوه صح صح. انا ضغطي مش مظبط خالص يا فخر، حاسس اني دايخ. لا لا يا بطل اهدى كده، احنا داخلين على بطوله، تعال اما اقيس لك الضغط. يلا وش 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 وش. لا اله الا الله. خير يا دكتور؟ قلقتني. انت شغال ايه يا ابني؟ ضغطي عالي ولا ايه؟ ضغطك عالي جدا، ضغطك 10 على 10. وده ملوش علاج؟ لا الحمد لله، العلم دلوقتي تقدم ونقدر نعالجك. يعني تقدر تعالجني يا دكتور؟ قوي قوي. ارفع لي ايدك كده وش وش، ايدك التانيه وش وش. ها احسن دلوقتي؟ احسن كتير يا دكتور. انا متشكر جدا حبيبي، ربنا يخليك. مفيش فايده يا سيد، محدش خد باله. طب انا هخش بقى وشي. ماشي خش يا ابو السيد يا جامد. يا بنات يا بنات، دلوقتي احنا هنعمل تمرينه في شكل مسابقه، اول واحده هتقلع فيكو تبقى هي اللي كسبت. شو هالحكي؟ انت جنيت ولا شو؟ انا مش قصدي والله، انت غبي. انا تقلع وش كده؟ وبعدين ايه المسابقه في كده اصلا؟ معلش احنا اسفين، هو حصل سوء تفاهم يعني، لان انتوا عندكم لهجه واحنا عندنا لهجه. مش انتوا عندكم اللي بيفطر يعني يتروق؟ ايه احنا عندنا بقى اللي بيقلع يعني يتروق على طول. اوكي ما تقلقوش خالص، نهدى خالص. خلاص خلصنا وجبه العشاء بتاعتنا، معاكم ايوهات؟ اكيد. طب يلا نقوم نلبسها عشان عندنا احماءات في البسين. يلا. عن جد؟ عن جد. وافقوا شكلهم، وافقوا. اتفضلوا يلا بسرعه بسرعه يا بنات. الحمد لله. ولا سيد معاك مايو؟ هو انت بتعمل كده ليه يا فخر؟ معرفش شكلها مسكت في عينيا، باين كل ما ابص للكفته اعمل كده. يلا طب يلا 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 سبقونا على الميه. يلا سيد جاهز؟ جاهز. ده انا والع. ايه ده؟ انت هتنزل بسين بالكوتشي؟ يا اصل انا ما بعرفش اعوم فبمشي في الميه. طب كنت تلبس ستارز عشان يمسك في السيراميك. غبي غبي، بس يلا مش مهم مش مهم. ايه ده يا فخر؟ انت الظاهر عندك درس دين في البسين. مش عارف هما تابعوا عندي في النادي هنا ولا ايه؟ مش مهم، مش هنكد على البسين خالص يا سيد. ها ها يا بنات، ايه؟ المية حلوة ولا ايه؟ المية برد كتير، فينا نطلع؟ لا 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 تطلعوا ايه؟ ثواني واكون مدفلكوا المية، بعد اذنك يا فخر. اتفضل يا ابو السيد. ابو السيد ده ايه؟ واد حرفاجي في تدفئة المية، هيخليها لكم دلوقتي لهيب. وهننزل بقى معاكم ونعمل بقى التمارين براحتنا. ثواني والميه هتبقى ظهر. اوكي ما تقلقوش خالص، نهدى خالص. خلاص خلصنا وجبه العشاء بتاعتنا، معاكم ايوهات؟ اكيد. طب يلا نقوم نلبسها عشان عندنا احماءات في البسين. يلا. عن جد؟ عن جد. وافقوا شكلهم، وافقوا. اتفضلوا يلا بسرعة بسرعة يا بنات. الحمد لله. ولا سيد معاك مايو؟ هو انت بتعمل كده ليه يا فخر؟ معرفش شكلها مسكت في عينيا، باين كل ما ابص للكفته اعمل كده. يلا طب يلا 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 سبقونا على الميه. يلا سيد جاهز؟ جاهز. ده انا والع. ايه ده؟ انت هتنزل بسين بالكوتشي؟ يا اصل انا ما بعرفش اعوم فبمشي في الميه. طب كنت تلبس ستارز عشان يمسك في السيراميك. غبي غبي، بس يلا مش مهم مش مهم. ايه ده يا فخر؟ انت الظاهر عندك درس دين في البسين.
مش عارف هما تابوا عندي في النادي هنا ولا ايه. مش مهم، مش هنكد على نفسينا خالص يا سيد. ها ها يا بنات، ايه الميه حلوه ولا ايه؟ الميه برد كتير، فينا نطلع؟ لا لا لا، تطلعوا ايه؟ ثواني واكون مدفلكم الميه بعد اذنك يا فخر. اتفضل يا ابو السيد. ابو السيد ده ايه؟ واد حرفاجي في تدفئه الميه، هيخليها لكم دلوقتي لهيب، وهننزل بقى معاكم ونعمل بقى التمارين براحتنا. ثواني والميه هتبقى ظهر. ماتوا يا سيد؟ ماتوا يا فخر. كلهم ماتوا؟ كلهم ماتوا يا فخر. طب هز واحدة كده يمكن يكون لسه فيها الروح، نلحق نبوسها ولا حاجة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سيد. ده لو كانوا راكبين ميكروباص واتقلبوا على الدائري كان على الأقل اتنين منهم هيعيشوا. طيب تعالى نلحق نطلع الجثث دي قبل ما حد يجي. يلا بسرعة بسرعة. الله يخرب بيتك يا سيد. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت هتطلع صرصار من البسين يالا؟ خلاص يا فخر طلعهم انت بطريقة. لا 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 خلاص خلاص. انا رب تتخنق. هتتخنقني هنا هموت. ها انت لسه قاتل فرقة. ايوه اعل. يلا بقولك ايه والنبي، كان في غطاء زازة هنا قرفني بقاله اسبوع مش عارف اجيبه. اللي جنب الجثة اللي هناك دي؟ ايوه ايوه هو ده. ايوه هو ده هو ده. اوف انا كنت مرعوب ليسد لي الصرف. لعلمك بقى اللي اخطر من الغطيان عقاب السجاير يا راجل. اه طبعا. تعرف ان انا منع حد هنا ينزل من غير بونيه؟ ده انت نادي بقى صديق البيئه. انا نادي بيئه اصلا. اوكي. اصل الشعر لما بيقع من البنات ويتكون في وصله الحوض دي. انت يا ابني انت بتفحت هو فحت. معرفش يا فخر بقى، انا اصلي متوتر. ما لقيناش يعني غير حديقه الاطفال ندفن فيها. افرض طفل وقع في ايده حته سيليكون من اللي مدفونه تحت الارض دي، لو كلها ممكن يموت ويتسمم. لا لا ما تقلقش، كده كده الاهالي مانعين عيالهم يجوا هنا عشان في طفلين قبل كده اتقتلوا في حديقه الاطفال دي. ما تخلصوا بقى، ما كل ده بسبب رمرامتكم وسفرتكم وقله ادبكم. والله يا ريتاج انت ظلماني. انت عارفه احنا قتلناهم ليه؟ ليه؟ عشان واحده فيهم بس حاولت يعني تتميص عليا. قلت لها عندك؟ انا راجل متجوز ومراتي ست زي القمر. قمنا واخدينهم رامينهم في البسين وصعقينهم، مش كده فخر؟ اقسم بالله ما حصل. ده جت واحده قدامه كده ايه ولا مؤاخذه يعني بتتدلع وماشيه على ايديها، قال يعني ده الطبيعي. قلت لها بيت امشي عدل على رجلك، كلنا بنمشي على رجلينا، انت هتسحري الواد. وبعدين ده انت اختي يا ريتاج، انت اختي ومرات اخويا يا ريتاج، عمري ما اسمح بكده ابدا. ماتوا يا سيد؟ ماتوا يا فخر. كلهم ماتوا؟ كلهم ماتوا يا فخر. طب هز واحدة كده يمكن يكون لسه فيها الروح، نلحق نبوسها ولا حاجة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سيد. ده لو كانوا راكبين ميكروباص واتقلبوا على الدائري كان على الأقل اتنين منهم هيعيشوا. طيب تعالى نلحق نطلع الجثث دي قبل ما حد يجي. يلا بسرعة بسرعة. الله يخرب بيتك يا سيد. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت هتطلع صرصار من البسين يالا؟ خلاص يا فخر طلعهم انت بطريقة. لا 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 خلاص خلاص. انا رب تتخنق. هتتخنقني هنا هموت. ها انت لسه قاتل فرقة. ايوه اعل. يلا بقولك ايه والنبي، كان في غطاء زازة هنا قرفني بقاله اسبوع مش عارف اجيبه. اللي جنب الجثة اللي هناك دي؟ ايوه ايوه هو ده. ايوه هو ده هو ده. اوف انا كنت مرعوب ليسد لي الصرف. لعلمك بقى اللي اخطر من الغطيان عقاب السجاير يا راجل. اه طبعا. تعرف ان انا مانع حد هنا ينزل من غير بونيه؟ ده انت نادي بقى صديق البيئه. انا نادي بيئه اصلا. اوكي. اصل الشعر لما بيقع من البنات ويتكون في وصله الحوض دي. ايه انت يا ابني انت بتفحت هو فحت. معرفش يا فخر بقى، انا اصلي متوتر. ما لقيناش يعني غير حديقه الاطفال ندفن فيها. افرض طفل وقع في ايده حته سيليكون من اللي مدفونه تحت الارض دي، لو كلها ممكن يموت ويتسمم. لا لا ما تقلقش، كده كده الاهالي مانعين عيالهم يجوا هنا عشان في طفلين قبل كده اتقتلوا في حديقه الاطفال دي. ما تخلصوا بقى،
ما كل ده بسبب رمرامتكم وسفرتكم وقله ادبكم. والله يا ريتاج انت ظلمانه. انت عارفه احنا قتلناهم ليه؟ ليه؟ عشان واحده فيهم بس حاولت يعني تتميص عليا. قلت لها عندك؟ انا راجل متجوز ومراتي ست زي القمر، قمنا واخدينهم رامينهم في البسين وصاعقينهم، مش كده فخر؟ اقسم بالله ما حصل. ده جت واحده قدامه كده ايه ولا مؤاخذه يعني بتتدلع وماشيه على ايديها، قال يعني ده الطبيعي. قلت لها بيت امشي عدل على رجلك، كلنا بنمشي على رجلينا، انت هتسحري الواد؟ وبعدين ده انت اختي يا ريتاج، انت اختي ومرات اخويا يا ريتاج، عمري ما اسمح بكده ابدا. يا جماعه انا حاسس ان في ثلاث جثث ناقصين. بص يا فخر، الحته دي المفروض ان احنا دافنين فيها. بص ما بتطبلش ما بتطبلش. خشي بقى تعمل كده وترعبنا على الفاضي، احنا واقفين في التراب هنتلبس. لا هو عنده حق، هو فعلا في ثلاث جثث ناقصين. راحوا فين طيب؟ ما انا كمرت ثلاث جثث عشان ابيعهم لطلبه كليه الطب. شايف يا فخر؟ دي هتبيع الجثث. شو توصلت مراتي لإيه بشرك؟ شرنا؟ ده هي اللي شر ماشي على الارض. انا عمري ما شفت كده يا شيخ. ربنا يكفينا شرك، ربنا يكفينا شرك يا ريتاج. شر ايه؟ احنا دلوقتي في عرض اي جنيه. وبعدين قولوا لي بقى يا شويه كروديات هنعمل ايه في الماتش اللي جاي؟ هو الصراحه انا جات لي فكره كده واحنا بندفن البنات، ان احنا نجيب فرقه ونخش احنا الثلاثه معاهم على اننا لبنانيين، ونبقى فرقه المنقوشه اللبناني، وان شاء الله يعني هتاكل مع اللجنه المنظمه عادي. انت بتعرف تتكلم لبناني؟ مش الك دعوه، الله الوكيل ازعل مني. ها لبناني ولا مش لبناني؟ ده شرقاوي. انت عايز تشترك في الحوار وخلاص؟ انا اعرف واحد شغال عند ابو رامز وبيتكلموا كلهم كده في المحل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك ايه يا عفريت النهار؟ مأمورني. ورشة لوستا خالد فين؟ الشارع اللي جاي عليك الشمال. تسلم لي يا حبي. عايزين نعمل اللي اتفقنا عليه بالظبط، نسترجل ونجمد قلبنا. ما تقلقش هنكسر الدنيا. نكسر الدنيا ايه؟ احنا نازلين في العيد. احنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي كنا عايزين لوستا خالد بس. احنا لوستا خالد. انتوا مين؟ انا اوك. وانا اورتيجا. مروني. كنا عايزين بس نتكلم معاك في موضوع على هداوة كده. موضوع ايه؟ من الاخر كده، البنت دعاء اللي انت لابسها دي تخصنا، وعايزينك تخرج منها عشان ما نعملش معاك الغلط. اللي انتوا ما تعرفوش بقى ان دعاء دي تخصنا انا، وانا معايا ورق يثبت كده، وشكلي انا بقى اللي اعمل معاك الغلط. ارجع يا ما تضيعش نفسك عشان واحد تافه زي ده شتمك خالص. ما تعملش كده، ما تخافش منه يا ده خشوه قشي وكراتين فاضيه. يبقى انت بقى كده ما سمعتش عن كابتن خالد ابو الوفا. اوعى تكون فاكرني من عفاريت السيكي ميكي اللي بيسكنوا الحمامات ولا الحتت المهجوره. يا ده انا جايبها من تحت، ده انا جايبني سفلي. يالا ما تشعلش اللهيب وترجع تخيب. ايه؟ ما تشعلش اللهيب وترجع تخيب. خد بالك يا الواد ده قريب محمد رمضان. وفي واحده كمان. ايه؟ ما تولعش النار وتعمل حوار. لا ده كده قريب بوشه. واقدر اقول لك كمان يا رجل. ولا اخشى عيار. اتسان اتسان. اقلع التوكه يالا. ايوه احنا بني ادمين. انصرف انصرف. صرخ زي ما انت عايز، محدش هيسمعك. وعلى فكره محدش يقدر يشوفنا ولا يسمعنا غيرك. ايه ده بجد يالا؟ انا بقوله كده بس عشان يخاف. انت بتسحني وراك ليه؟ انت بتسال دلوقتي ليه اركب نمره؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ احنا نقدر ندخل اي مكان ونخرج منه عادي عادي عادي. وعايزين مني ايه؟ ولا خلاص يالا. ما هو قال لك يالا انت غبي، عايزينك تخرج من دعاء اختنا. دعاء مين؟ اختنا. اختكم؟ ايوه. انا اسف جدا. اتفضل 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 اتفضل. انا بعتذر جدا عن اللهجه الشديده اللي انا كنت بتكلم بيها. انا اسف جدا يا عمي. بلا عمك بلا ابنك، لخص. انا عايز اقول لحضرتك ان انا فعلا بحب دعاء وما اقدرش استغنى عنها. ايوه بس انت عفريت وهي انسانه،
ما تركبش يعني؟ انا عارف انها ما تركبش، بس انا محوش قرشين وهسافر لبنان واعمل عمليه وابقى انسان. ايه ده، هم في لبنان بقوا يعملوا العمليات دي كمان؟ اه ده في ناس كتير عاملين العمليه دي وعايشين وسطكم وانتم مش حاسين بيهم. زي مين يعني؟ زي قصقص وحمدي المرغني ونص بتوع مسرح مصر. ايه بس اعتقد حمدي المرغني ما عملش العمليه دي. حمدي عملها وفشلت. اقسم بالله انا قلت ان وشه ده مش وش بني ادم ابدا، ده بيطلع قدام على التلفزيون في مسرح مصر بحس انها بتفرج على فيلم رعب. انا عايز اقول لك يا عمي ان انا هعيش دعاء عيشه انسانيه سعيده جدا. على فكره بقى فخر، انا بدات اقتنع بيه، بس ما تزعلش مني يا خالد. اتفضل. واضح ان مستواك الاجتماعي اقل مننا شويه. ايه ده، هو اللي فارق معاك مستواك الاجتماعي بس؟ طب على فكره بقى مستواك الاجتماعي ارقى مننا بكتير، احنا شحاتين. انا عايز اعرف حضرتك بس ان انا املك شقه 150 متر 3 غرف، ده اول حاجه. تاني حاجه عندي فكره مشروع تاكلنا الجمر، الا وهي محل لبس. ايه ده، بناطيل وتيشيرتات وكده؟ لا يا فندم، محل لبس، لبس بني ادمين. اه يعني اللي بيخش بيتلبس؟ بالظبط. على فكره بقى فخر، انا اشتريت، هو ده العفريت اللي اقدر اطمن على اختي معاه. بص يالا، احنا ما عندناش بنات للجواز، وهتخرج منها يعني هتخرج منها. طلبك انت اللي مرفوض يا عمي، وانا اسف جدا. المقابله انتهت عشان عندي شغل، وعايزك تبلغ دعاء رساله انها لو قررها ان هي فعلا سيبني، انا هسمع تواشيح واتحرق واللي يحصل يحصل. انت ايه يا اخي؟ ايه؟ شفت عملت ايه في اتنين بيحبوا بعض؟ خلاص يا فخر اسف، اسف يا فخر. انت عارفه يا ريتاج، انت حلوه قوي، انا نفسي ابقى حلوه زيك كده. والله العظيم انت زي القمر، بس انت محتاجه شويه مكياج، فورمه حلوه. والنبي سيبيلي اعمل لك فورمه، انا جامده. انت جامده؟ معديه. الله، انت مش شايفه الفورمه اللي انا عاملاها دي؟ مش من فراغ. طب انا من ايدك دي لايدك دي اعملي فيا كل اللي انت عايزاه. بجد؟ طيب مبدئيا كده احنا نطبخ. ماشي. صندريه. صندريه؟ لا مش فاهمه. اصفر نحاسي. الله، ده هيبقى حلو قوي. مالكيش دعوه بيها يا بنت انت، انا بحبها كده شعرها اسود. ايه ده، الصوت ده؟ لا ما تقلقيش خالص، ده خالد جه. اعرفكوا بقى على بعض، خالد ريتاج مرات اخويا. اهلا يا بنت. اهلا وسهلا جدا يا استاذ خالد. طيب اسيبكوا وامشي انا بقى، انا قلت اجي اشقر كده. وانت؟ انا في الورشه، لو عوزتي حاجه نادي عليا. ماشي يا استاذ خالد، لو عوزت حاجه هقولك على طول. ما بكلمكيش انت يا بنت. روح الحمد لله. مشي. انت مش خايفه يا دعاء؟ لا لا خالص، ده انا اتعودت على خالد، ده طيب قوي وغلبان، ده حتى غرضه شريف. انت خايفه ولا ايه؟ انا عملتها على نفسي. لا لا ما تقلقيش منه خالص. ماشي، ما دام انت رايقه بقى، ما تقوليلي على مكان الفلوس نقسمها عليا انا وانتي ونخلع. ماشي هقولك، انا اول ما خدت الفلوس. انت هتقولي لها يا بنت انت اتجننتي؟ لا لا خالص يا خالد، بس اصل هما مزنوقين ومحتاجين الفلوس. بلا ازمه بلا ما ازماش. وانت يا بنت انت مالكيش دعوه بيها تاني. حاضر يا استاذ خالد، حاضر. وبحبها كده شعرها اسود، تمام؟ تولع. هي بقى هتعملي لي الانتريه اللي قلتيه عليه في شعري؟ لا انت كده حلوه قوي، اتفضلي قومي بقى. ولا اقول لك، انا اللي همشي براحتك. اتفضلي خالص. مش عارف الواد خالد العبيط ده يعني، دونا عن حريم الدنيا والاخره كلهم والانس والجن، راح يختار اختك دعال دي ويقوم لابسها. ازاي خالد ده مش خايف يتجوز واحده ملبوسه؟ عندك حق. ايه ده؟ ايه؟ هيخاف من ايه؟ خايف يتجوز واحده ملبوسه؟ يعني لو قاعد معاها بالليل مثلا ممكن يطلع له حاجه تتحول عليه تاكله. تاكله ازاي يا بابا؟ ده هو اللي لابسها، يعني هو اللي جواها. ركز يا سيد، لو سمحت لم الدنيا معايا كده وطلع الكتاب وشوف لنا مكتوب فيه ايه. اقعد اقطم فيا انت كده يا فخر. معلش يا. عشان انا باخد ودي معاك في الكلام وانت بتقطم فيا يا فخر. معلش، انا هطلع الكتاب فعلا عشان اقرا فيه واشوف حل يرجعنا من هنا واخلص منك خالص بقى يا فخر. ايوه صح، برافو عليك، تخلص مني وترجع للعالم بتاعك الجميل اللي انت فيه مندوب مبيعات ناجح. صح، برافو عليك. ايه ده؟ بص ايه البند ده، حلو جدا. طب ما تقراه يا ابني. كيف تختفي في عالم الجن عن طريق الحزق؟ تعرف تحزق يا فخر؟ دي مفارقة؟ لا والله مش مفارقة ولا حاجة، هو مكتوب هنا اهو. إذا حزقت بضمير
ففي خلال ثواني تكون قد اختفيت. تعرف تحزق؟ يا عم بعرف احزق بس انا ما عنديش امساك. مش الحزق بتاع الامساك، الحزق اللي هو اللي هو كده ده. حلو، ما دام انت عارفه يبقى عاملها يلا. طب ما تجرب انت يا فخر. يا ابني انت اللي اكتشفت الموضوع، يعني انت المكتشف، يلا جربها. مش خطر يا فخر؟ لا مش خطر خالص، وحتى لو خطر محدش مات وهو بيحزق يا بابا. يلا. طيب ماشي، بس انا بقى نجرب. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. بس عندي افتاء بس فده. يلا يلا يلا. ايوه ايوه يلا كمل يلا. صح انجز. ايه ده يلا يخرب بيتك، انت عارف ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انت قعدت تظهر وتختفي كده، تظهر وتختفي. احزق حزقية حلوة بقى يمكن تختفي. ايوه بس مش قادر، نفسك انا هيتقطع. معلش معلش، حزقية حلوة يا سيد. والله نفسي اتقطع، كان هيجيلي افتاء. يلا يلا يلا. طب اخد نفسك. لو خدت نفسك مش هتعملها. طبعا. حزقية حلوة بقى من بتوع سيكا. طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد. ولا سيد. افخ. انا مش شايفك دلوقتي، انت اختفيت خالص. بجد انت مش شايفني؟ مش شايفك خالص والله يا سيد. طب خلاص بقى ارجع يلا. ارجع ايه؟ انا ما اعرفش ارجع ازاي، ما قريتش ده في الكتاب. الله يخرب بيتك. طب ليه ما كملتش اخر سطر يا ابني عشان تعرف طريقة الرجوع؟ وخلاص اللي حصل بقى فخر. انا خايف اوي فخر، وجالي الخنقة. الخنقة جت. ما ينفعش تعيا هنا، ما ينفعش تعيا خالص هنا يا سيد. اهدى كده، خلينا نشوف هترجع ازاي. طب كمل السطر كده في الكتاب وارجع. ما هو الكتاب برضه مختفي، فالصفحات مش باينه، مش عارف اقرا. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. طب بقول لك يا سيد، معلش جرب اخر حاجه، احزق حزقه كمان كده يمكن ترجع. ده احسن اموت بقى خالص المره دي. يا عم ما تخافش، جرب بس احزق حزقه كمان. بس انا هجرب. رجعت اهو. بس بقول لك على فخر، جامده قوي. ما تحورش، والله العظيم جامده جدا. ده انا شفت حاجات عمري ما شفتها في حياتي. بجد لازم تجربها بنفسك. يا عم مش عايزين نضيع وقت بقى، خلينا نخلص يا سيد. انا بفخر، جربها مره واحده بس يا ابني. انا كمان والله نفسي اجربها، بس مش عايز نبقى بنلعب يا سيد واحنا عندنا شغل. يعني يا فخر ده هي مره يا فخر، ده انا نفسي اشوفك وانت بتختفي، عمري ما شفتك وانت بتختفي يا فخر. مرايه مره والله مش هطلبها منك. ما تقعدش تعيد. مره مره خلاص. تمام. يا ابن الحزيقه، ده انت اختفيت في ثانيه ورجعت في ثانيه كمان. هي دي بقى مستر الرياضي لما يحزق. شفت بقى؟ بس في سؤال معلش. اللي احنا عملناه ده هيفيدنا بايه؟ هنقدم في السيرك مثلا، هنعمل الكور كده، هننام على مسامير عريانين، ده هيفيدنا بايه؟ ها ها، شوف الكتاب يا سيد مكتوب في ايه عشان نخلص من المكان اللي احنا فيه ده ونرجع تاني. يلا يا سيد. ممكن قبل ما اشوف حاجه مفيده في الكتاب نعملها، اعمل حاجه واحده بس الاول، ودي هتساعدنا ان شاء الله. طب يلا يا بابا. اقسم بالله عارف ان انت عيل تافه وهتعملها تاني. اخلص يا سيد، ما عندناش وقت. مفارقه. انت هتستقبل يلا؟ بتهزر معايا ليه؟ ما انا دي مفارقه. مفارقه ايه؟ لا ما تعملش مفارقات، انجز، خلينا نمشي من هنا. حاضر يا عم. طب اهدى بس يا فخر، انا اسف والله. انا بتخض يا سيد، انا ما اعرفش ان انت جبان وخواف وهفق والله يا فخر. طب اقعد، طب عشان ما تضحكش هنا على الترابيزه. بما انك اتخضيت لما طلعت من وراك فجأة ومتخضك، جالي فكرة جامدة جدا. ايه؟ طب ما نروح للواد خالد ده البيت، نسكنه له، كل شوية نختفي ونطلع نخضه، نختفي ونطلع نخضه زي ما خضيتك دلوقتي بالظبط، لحد ما يزهق ويخرج من أختي. يخرج منها نسألها على فلوس السحاوي، ناخد الفلوس نديها للسحاوي، ويا دار ما دخلت شر. بتتخانقوا مع بعض علشان الفلوس؟ اخص عليكم يا رزق. ما اخرس ولا بس، مش رزق، اسمي بابا رزق. انا اسف يا بابا رزق. وما تكلمني، ما تبصش في عينيا، بص في الارض. انتوا كمان بصوا في الارض. حاضر يا بابا. الغلطه اللي غلطتها من 7 سنين بدفع ثمنها لغايه دلوقتي. كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، وكل واحد يدورها في عقله هو غلط في ايه ويعتذر. فلوس،
الله ينعل ابو الفلوس، الله ينعل ابو الفلوس، الله ينعل ابو الفلوس. انا دورتها في عقلي، انا غلطت، انا سرقت من كل قلبي، انا اسف. انا دورتها في عقلي، انا غلطت، انا سرقت من كل قلبي، انا اسفه. انا دورتها في عقلي، انا غلطت، انا غلطت اني ما سرقتش من كل قلبي، انا اسف. ايه ده انتوا واقفين كده ليه؟ ريتاج تعالي اقفي جنبنا بسرعه وبصي في الارض عشان بابا متنرفز جدا. بابا؟ بابا فين؟ بابا هنا. هنا اهو واقف عند السفره جنب شنطه الفلوس. مفيش بابا ومفيش شنطه فلوس ومفيش سفره. يا نهار اسود. فخر هو بابا فعلا مشي وخد شنطه الفلوس. ما ترفع وشك وتبص. ما انا خايف افكر ارفع وشي وما الاقيش الفلوس. لا ما انت هترفع وشك هتلاقيه هرب. تعال يا رز. يا رب بقى. ها عملت ايه؟ وديت اختك المصحة؟ وديتها المصحة، بس اول ما دخلنا المصحة قعدت تصرخ وتجري وتقول انا عايزة خالد عايزة خالد، وبعدين قامت داخلة الحمام وقف على طرف الكابانيه ونطش طرد. عملت ايه؟ ولا حاجة، شديت عليها السيفون. سيد وانت جبت معاك اكل؟ منين يا فخر؟ ده انا جاي شبط في حنطور. يا جدعان انا جعان جعان. ابوس ايديكم يعني، شوفوا معاكم اي فلوس هاتوا لنا بيها اكل. الله يسامحك يا بابا، مش كنت سبت لنا احنا الفلوس كنا تهنينا بيها بدل ما تسرقها تاني. مريتاج هو باباكي ما بعتش الصدقه بتاعت اول كل شهر؟ لا. انت متاكد ان مراتك دي بنت ناس يالا سيد؟ مش عارف والله فخر، شكلها كده الخارجي غير طريقه كلامها خالص. هي فعلا عامله زي اللاب الابل اللي نازل له ويندوز. اتلم يا فخر بدل ما تدب ايدي في بقك اطلع مصاريلك اقلبك زي الشراب. طلعيها مش هتلاقي فيها حاجه. عارفه ليه؟ عشان انا جعان، انا جعان، انا جعان، انا شارب نص ازازه الزيت لحد دلوقتي من جوه ما شبعتش. ابوس ايديكوا، اتصرفوا استلفوا من اي حد، انا استلفت من كل اعضاء النادي. طب اهدوا يا جماعه اهدوا، انا كده كده رايحه لمامي عشان عندنا سيشن يوجا مع بعض، هاتكلم معاها بقى في الفلوس. يلا باي باي. يا سلام على روقان البال. ريتاج لو شفت باباكي قولي له يبعت لي البوكسرات القديمه، لحد دلوقتي ما بعتليش كسوه الصيف. عنده شويه بوكسرات يا فخر، لو شفتها هتلبسها تيشرتات. مين كان يصدق بنت ريتاج يوصل بيها الحل الدرجة دي؟ والله العظيم يا مو هرجعهم لك على طول، وبعدين هو مش مبلغ كبير قوي يعني. يا حبيبتي انا مش بتكلم على الفلوس، انا بتكلم عليكي انتي، انتي يا ريتاج. لا انا الوضع ده مش مريحني خالص. ان شاء الله الوضع هيتحسن، هو بس سيد عشان لسه في بداية حياته. سيد مين؟ انا مش بتكلم على سيد، انا بتكلم على وضع اليوجا ده. هو احنا ممكن نبدل؟ بدلي يا ماما بدلي. ايه يا ماما انا في ايه ولا في ايه؟ حرام عليكي والنبي انا مش مستحمله. طب طب خلاص خلاص بس اهدي. ايه رايك تيجي تغيري الجو معايا في العزبه؟ عندي حاجه كده هخلصها. لا 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 انا مش فاضيه خالص، روحي انت، انا مش فاضيه اليومين دول فعلا. ليه يا حبيبتي؟ ده سكر ابن خالتك مصر انك تيجي. ياه هو لسه عايش؟ فاكره سكر؟ فاكره لما كان عايز يتقدم لك؟ والنبي ما تفكرنيش، ده انا فلتت منه باعجوبه. ده لا ده حاجه خانيه قوي يعني. ياه اهو سكر اهو. الو ايوه سكر، انا مش فاهمه الناس دي ليه مصره تديني الفلوس كاش ويوم الخميس. اعمل انا ايه بالفلوس لغايه لما البنك يفتح؟ يا حبيبي ما خافش، ازاي دول 20 مليون جنيه. اذا كان كده معلش لو انت هتشيلهم عندك. طيب ماشي يا سكر، مع السلامه. هو ايه موضوع العشرين مليون جنيه ده؟ سكر شاف لي مشتري الارض المحلك. المهم انت كنت عايزه فلوس قد ايه؟ العشرين مليون. معلش ما فعلا انا تعبانه قوي اليومين دول ومحتاجه فعلا اغير جو.
انا هاجي معاكي. انا مش عارف انتوا بتفكروا ازاي اللي في دماغك ده ريتاج انا مستحيل اعمله بعيد عن احلامك. في يا سيد ده بدل ما تشكرني اني واقفه جنبك. والله فيك الخير يا ريتاج. ده لو السما اتطربقت على الارض انا مش هعمل كده يا سيد. ما الفلوس كده كده بتاعتي بعد عمر طويل. والله فيك الخير يا ريتاج. يا خير انا مش مصدق دي ريتاج البنت الرقيقه اللي انا اتجوزتها. ده انت كنت ملاك. ايه اللي حصل فيك يا ريتاج؟ كله بسببك. كله بسببك انت يا شطام. من ساعه ما دخلت البيت الهادي البيت السعيد اللي كان مبني من طوبه فضه وطوبه ذهب وانت هدمته بمنتهى السهوله يا شطام. حرام عليك يا شطام. انا يا ابني الله يسامحك يا ابني ما هي البت بتقول لك كده كده الفلوس هتروح لها وبعدين لو غمقت يعني قوي وامها قفشت ايه اكيد امها مش هتبلغ عن بنتها عشان هتخاف من الفضيحه وانا ماليش دعوه بالموضوع اصلا يعني وانا اللي هتحبس فيها كلام وبعدين فهمني يا سيد انت معصلك دماغك المره دي ليه ما تفكرنيش يا فخر ما تفكرنيش باللي احنا عملناه ارجوك انا فهمت انت مش عايز تسافر ليه انت غيران من سكر ابن خالتي عشان كان عايز يتجوزني زمان مش كده لا سكر مين ده اللي هغير منه اكيد مش هغير من سكر بس زي ما تقولي كده يعني كل ما تيجي سيره الجدع ده بيجي في دماغي ذكريات انا مش عايز اتذكرها انت قصدك عليهم اللي خدك لفه بالحصان في البلد يعني هو كان واخدني وراه الحصان ده كان ساحلني بحبل ورا الحصان اي بتوجع دي يبقى قصدك لما بيتك يوم في الترع وطلع عندك برهارسيا واتعالجت منها لسه بتعالج منها لحد دلوقتي يا ريتاش ده انا لسه واخد حقنه من ساعه عرفت خلاص انت قصدك على اليوم اللي دخلك فيه غيط الدره وراح ولع فيه يا نهار اسود ولع فيه ده مش سكر ده هتلر ما ليه حق الواد يخاف فخر لو عندك كلمة حلوة قولها ما عندكش اكتم ماشي بقول لكم ايه يا جماعة لو ما خدناش الفلوس من ماما هتديها لسكر ولو سكر خدها مش هنعرف نوصل لها ها جاي ولا دورك جاي 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 تمام يبقى على الله التسهيل ريتاج عايز اسألك سؤال ما عندكيش أخت أمورة كيوت زي كده عايزة ترتبط بمجرم ايه اللي انت بتقوله ده انت مجنون وبعدين ثانية واحدة احنا عندنا قصر هنا النبي تلاقي العشة اللي في وسط الغيط دي بتاعتنا. ايه ده بقى؟ سبحان الله يا اخي مهما كان برضو الريف احسن من القرية 100 مرة. الله شوف لسه بنقول سبحان الله على الريف نخلة طالعة في وسط الطريق على الأسفلت بالعرض إذا أعجبتك اضغط لايك سبحان الله سبحان الله أنت عبيط يالا ما النخل كله واقف قدامك أهو أكيد حد حاطط النخلة دي عشان ما يعديناش يا سلام يعني واحد جاب نخلة وزرعها على الأسفلت وبالصدفة طلعت بالعرض عشان إيه؟ عشان يثبتونا لا ثانية واحدة حضرتك ثانية واحدة اكسكيوز مي بس هديك اللي أنت عاوزه بس بالراحة بالراحة بس يا سيد يا سيد مراتك بتتخطف ايه انت طبعا نفسك مش واخد بالك عامل نفسي مش واخد بالي ايه بقول لك مراتك اتخطفت اصلا خلاص ما انا مش هعرف اعمل حاجه انت بتحرجني يا فخر بحرجك ايه وانا بقول لك اقعد اتغدى معايا مراتك يلا بتروح يلا الحقها طب ما انت عربيتك كمان بتروح واقف جنبي عادي واقف جنبك عادي اتفضل اتفضل اهو اهو ازاي جامد كده؟ يا عم لا جامد ولا حاجة. هو ازاي مهاري كده؟ ده انت ما شفتوش زمان بقى، ده كان باك ليفت الاهلي على فكرة. ده عيط عياط يوم ماتش اعتزال معتز اينو. شكر كويس انك جيت، ده الناس دي كانت عايزة تموتني. الحمد لله على السلامة جميلة الجميلات.
توحشتك كتير قوي يا ريتاج. اهلا وسهلا بسيد الرجال. احنا متشكرين قوي يا عم سكر. اهلا وسهلا. مين الجدع ده؟ فخر الشحات، الشاعر بفخر العرب، اخوه. اهلا وسهلا. سكر الدايب. الدايب؟ ايوه بيقولوا لي دايب لاني من وانا صغير كنت دايب الديب من ديله. ما حصلش الضحك ده قبل كده. طب بقول لك ايه بقى يا عم الدنيا، انا راكب دماغي وعايز اخد لفه بالحصان. يقول لك بمناسبه الركوب، يقول لك ايه، يقول لك واحد ركب دماغه لبس في الحيط. طيب يا جماعه نمشي احنا بقى عشان انا كل اداء خلاص. قول لك نزله الخلق، قول لك مره واحد خلقه داك ادلخ وصغير. الله اكبر. ده في ده عصام صدعك ده من الدين. بقول لك ايه، ما تقولش حاجه عشان هيقول عليها 2000 نكته في الدقيقه، مش هنخلص. ها خلاص ماشي تمام. ايه ده، هو ازاي سريع كده؟ قابل في الدواره سيد الرجال، عايزش حاجه؟ اهو النبي عم سكر، اصل عربياتنا العيال الصغيره فيها السكاوتش. بقول لك بمناسبه العربيه، يقول لك ايه، يقول لك واحد ساب العربيه دايره رجع لقاها مثلث. الله ما زعلوا كده، الله ما زعلوا. يا رب يا رب. السلام عليك. عليكم السلام. لا اتبقت حته منه صغيره قد كده، بطه كلتها. طب هنعمل ايه يا جماعه؟ هنعمل ايه في الماتش ده وناصر اللي تحت؟ سيد لو معرفش مين اللي هيكسب احنا التلاته هنتذبح. للاسف احنا ما قدامناش غير ان احنا نعتمد على الحظ. وبالنسبه لك انت صفي النيه خالص وركز ونشن على واحد، هو ده اللي هنراهن عليه. ها يا ابني يا ابني، هنراهن على مين؟ طب سيبنا اشوف. شوف سيبنا اشوف. شوف حادي بادي كرومب زبد. ايه حادي بادي؟ فين اللي كان بيجيب لك المعلومات في كيس؟ الراجل اللي كان بيجيب مش سافر. سافر؟ اه لا اتشقلب. شوف الوضع، نجم اعمل اي حاجه. طيب حاضر، هنراهن على اسمه ايه ده. حلو، احنا ان شاء الله هنراهن على مين؟ اسمه ايه؟ على اسمه ايه ده اللي هو جسمه كله عضلات ده وبيلعب ملاكمه. يا ابني ما الاثنين بعضلات والاثنين هيلعبوا ملاكمه. طب هو اللي هناك ده اسمه ايه؟ ده طلبة. خلاص هنراهن على طلبة. طلبة؟ اه اخر كلام. طب ده اسمه ايه طيب؟ ده اشرف. خلاص اشرف. يا ابني اشرف ولا طلبة؟ اقول لك احنا نراهن على اشرف طلبة عشان نبقى ضامنين. يا ابني ضامنين ايه يا ابني؟ احنا هنراهن على واحد. طيب خلاص يبقى طلبة. يا ابني اشرف ولا طلبة؟ خلاص طلبة طلبة. ما انت لسه قايل اشرف. لا انا كنت بقول لك اشرب، كنت بقول لك اشرب بس انت ما اديتنيش، فانا قصدي طلبه. طلبه لو قصرت رقبتي دول هيطيروا رقبتي، ساعتها مش هرحم رقبتك. انا كنت عارف انها هتقلب غم. طلبه؟ ايوه طلبه طلبه. احنا ان شاء الله هنراهن على طلبه يا ملك. تسلم ايدك بيد من اعدمها. مساء الخير يا سيد المعلمين. سوسو أنا مش قلت مش عايز أشوف وشك ده تاني؟ أنا جاي أراهن يا معلم. ازيك يا سيد؟ اسمي المعلم سيد يا سوسو. ماشي يا معلم. بقول لك إيه؟ أنا مش فايقلك النهاردة خالص، خش ترزي في أي حتة. حاضر يا معلم. يا سوسو أنت تايه ولا إيه؟ يا فخر العرب أنا جاي أراهن. طب يلا. حاضر حاضر حاضر. بعد اذنك انا مش هقدر اشوفه تاني. استرها يا رب. الله طلبة الله طلبة. يا سيد رهنت على مين؟ اقسم بالله ما اعرف. انت لازم استحوي يقتلك. غالبا طلبة. طلبة ولا اشرف؟
مش عارف اشرف اتلخبط مش عارف مو يمكن يكون اشرف لا لا طلبه طلبه راحتك بقى بس اشرف كان اشك الصراحه كاسم يعني ولا كان عيب كاسم يا عم وانا هقعد العب معاه اللي هو بشرطة احمر اه شرطة احمر ده طلبه ما تبرجلوناش ماشي احنا مش اخترت طلبه أيوة يبقى هو شرطة مش احمر يلا طلبه يلا هو انا أيوة صح ايوه ايوه انا صح ايوه ايوه هو الجرجير صابح يالا يا سيد؟ دوق الجبنة حلو قوي سمعتوني ولا لا؟ عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ انا مش فاهم عايز 6 مليون دولار؟ مفيش فلوس ولو دخلت من باب النادي ده تاني يا سحاوي انا هكسر رجلك اه يخرب بيتك ايه اللي انت بتعمله ده؟ اسكت انت خالص مش عايز اسمع صوتك عندك حق يا سيد واضح ان انا زودتها معاك شوية انا اسف شفت؟ هي الأشكال دي كده ما تجيش غير بضرب الجزمة استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم ليه كده يا سحاوي؟ ليه يا أخي؟ أنت قعدت تضغط عليا تضغط لحد ما طلعت من جوايا سيد الوحش أنا ما كنتش حابب أعمل معاك كده وأغلط فيك أنا آسف حقك عليا لا 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 ما تتأسفش يا سيد اللي كسر يصلح مصطفى خده هنبدأ بيه الأول وانت هستنى عليك 3 أيام لو فلوس ما جاتش هخلص عليك انت آخر طب ما ينفعش يا معلم يبقى مهلة أسبوع أروح أصيف وأرجع أتقتل اخلص شاهد على روحك أرجوك مصطفى طب ما تجيش الباي عشان خاطري ايه ده انت ما بتاكلهاش يا سيد بتاكلهاش انا لو اعرف ان الحاله وصلت للجوع ما كنتش جيت خد خد ده الدوله بعد الاكل وده هنا في السن تعمل فيهم قبل الاكل مصطفى يلا ارجع ولا سيد دي ريتاش بقت شبه سمير الاسكندراني ايه اللي حصل ده يا سيد؟ ها؟ اللي حصل ان انت ما رضيتيش تاكلي الجبنه الرومي وكلتي مصطفى يعني بقيت زومبي؟ بقيت زومبي يا سيد؟ انت شايفه ايه يا روحي؟ ابله ريتاج معلش هو حضرتك يعني لسه جعانه ولا ناويه تحلي بينا؟ لو ناويه تحلي انا مخبي واحد كريم كراميل في التلاجه جوه لو مش عاجبك ممكن نجيب لك الواد كريم كراميل بتاع الامن تاكليه طيب نص الجثه دي هنعمل فيها ايه؟ احطها لك على رز بسمتي؟ رز بسمتي ايه؟ احنا هناخده ندفنه ندفنه فين؟ مقابر النادي هنا عند المراجيح لا استنوا انتوا سيبوا لنا الطلعات دي بس انا لسه جعانه ثانيه وجايه لكم دي بتاكل سمنتو طب معلش يا ابله ريتاج ممكن بس تاكلي من غير صوت عشان بقرف بس اهو حاضر يا معلم لا اله الا الله لا اله الا الله الله يرحمك يا مصطفى شفت يا سيد كان واقف جوه قد البرميل في ثانيه البني ادم بيروح يا جماعه ما كناش دفناه كنا حطيناه في الفريزر جوه ولما جوع اسخن واكل ده كان فاضل فيه كتف عايزه تسخني كتف مصطفى هو كتف مصطفى ده شويه انت شفته قد ايه يا فخر بقول لكم ايه انا جات لي فكره بنت جنيه ايه بما ان الجوكر كان هيموت على ازازه الفيروز احنا ناخدها ونروح نقدمها له هيدينا عليها ملايين الدولارات ناخد الملايين دي نديها للسحاوي ويا دار ما دخلك شر انت اتجننت يا فخر انت عارف الازازه دي لو وقعت في ايد الجوكر ممكن يعمل بيها ايه ده ممكن يدمر العالم انت ما بتشوفش بيعمل ايه مع باتمان لا 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 انت غلطان في دي يا سيد احنا ما عدناش وسمعنا من الجوكر يعني انت بتسمع دايما من باتمان انت ما سمعتش عن العلاج بالطاقه سمعت عن العلاج بالاعشاب سمعت برضه ده بقى العلاج بالغنى
اللي قدامك ده اتغرب كتير قوي ورحت الارجنتين عشان ادرس في معهد الطب الكونسرفتواري. ايوه بس الكونسرفتوار ده في العمرانيه مش في الارجنتين. سمحت انا هنا الدكتور وعارف، ممكن بس ما تفتش في اي حاجه انت مش عارفها؟ اتفضل يا دكتور. ممكن بس حضرتك تساعدني عشان بعت التمرج يجيب لي فوار؟ هو انت تعبان ولا ايه يا دكتور؟ لا ابدا يا سيدي، الصبح خدت دواء بالغلط فتعبت يعني. دكتور وخدت دواء غلط؟ ايه المشكله لما الدكتور ياخد دواء بالغلط يعني؟ ايوه طب حضرتك عايزني اساعدك ازاي؟ هتعمل كورس. اقول الكورس يعني اغني وراك من تحت كده تبطن بس. ماشي حاضر. الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الواد دعني حلوين كده ليه؟ ولا قدوا يا ناس ولا قد عني ده انس ولا جيه. انتوا بتهزروا؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ مش بنساعدك. بتساعدني ايه؟ اسكت. ده انا بتكلم بجد، بندهش بجد. هو في ايه يا دكتور؟ في ايه؟ المدام مفيش اعصاب، مفيش مخ، مفيش ضغط. ايوه فعلا الفتره الاخيره كان عليا ضغوطات كتير قوي يا دكتور. ضغوطات ايه؟ انا بتكلم ضغط اللي هو 120 على 80 ده عند المدام صفر على صفر. يعني ايه استاذ سيد؟ الف مبروك، المدام ماتت. ماتت ايه يا كفته؟ ما انا زي القرد قدامك اهو، في ايه؟ كفايه عند بقى يا ريتاش. معلش يا دكتور ممكن تتاكد تاني؟ حاضر يا سيدي، بس انا متاكد ان هي ماتت اهو، ماتت اهو، مش حاسه بحاجه، ماتت. ايه ده يا سيد؟ ده انت بطنك بتكركب. لا ارتجع ملا ملا خيره يا يا لا كفاية جعانة يا سيد، جعانة جعانة. انت كلت نصه لفل الباشي كوي يا سيد. طيب حاضر هنفهولك، يلا يلا حاجة مضايقك كده؟ حلو ده، ما اعرفش انا شربت الاصفر. ايه حلو ايه ده؟ انتوا بتشربوا ايه ده؟ كلوريد المنجنيز. والله بس حلو والله، طعمها حلو يعني. وبعدين احنا قاعدين بنتسلى يا دكتور بدل ما نبقى فاضيين. بس انت الله اكبر عليك، الله اكبر، عملت زي ابو طارق بالظبط، من كشك صغير في وسط البلد لصرح علمي جبار. لا انا المعمل ده عندي من زمان، الكشك هو اللي كان حاجه على جنب كده، تمويه وتموين انت فاكر، بس هو خلاص راح لحال سبيله بعد ما البلديه جت شالته. طب ما كفايه رغي بقى ونشوف العيانه. ايوه صح، قولي اه كده يا ريتاج. اه بس خلاص. على فكره يا سيد انا عاتب عليك جدا، يعني ايه المدام تبقى زومبي وتاخدها من ايدها وتوديها عند دكتور غريب؟ في ايه يا راجل؟ مش انا دكتور العائله ولا ايه؟ ولا انت غاوي مصاريف؟ ولا هو الشيخ البعيد سر باتع؟ ما كفايه عتاب بقى يا دكتور وتشوف العيانه. قولي اه كده يا ماما. اه بس خلاص، قولي لي يا ريتاج، انتوا في حد في عيلتكم كان زومبي؟ يعني عم، خال، عمه؟ اصل ممكن يبقى وراثي على فكره. لا ما عندناش، بس اسمع ان اخت جدتي هي الست اللي كلت دراع جوزها. يبقى وراثي. انتوا بتنيلوا ايه؟ معلش يا دكتور معلش، انا بس كل اللي شغلني في الموضوع حتى تلاقيني مش مركز قوي. انا ما اعرفش الزومبي ده الا من البلاي ستيشن. ايوه وانا برضو معلوماتي قليله جدا عنه. الزومبي ده يا جماعه هو اللي بياكل لحم البني ادمين ني. اصل كان بيحصل لي حوار كده وانا صغير يا دكتور، فخوفني الصراحه يعني. انا وانا صغير كنت باكل كفته الرز وهي مقليه قبل ما تتحط في الصلصه، فهل يا ترى كده انا زومبي ولا كفتي؟ لا تبقى طفص، حد ياكل الكفته نيه قبل ما تتحط في الصلصه؟ ما علينا، خلينا في المصيبه اللي احنا فيها دي. لحظه واحده لحظه واحده، ماشي يا باشا، امسك دي، ماشي. لا دي معانا ملخوم. معلش انا ملخوم. الو ايوه انا حماده جوكر. ايوه انا صاحب الشكوى. يعني ايه؟ يعني ايه الموظف لحد دلوقتي ما عدلش الميجا؟ انا بقول لحضرتك انا بقالي 3 شهور بهاتي مع الموظف. انا خدت 15 ميجا جاتلي 1 ميجا، وانا مراتي طول النهار قاعده على الكنبه في البيت بتتفرج على ساحره الجنوب على النت. انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ فهمني حضرتك. بكرة يعني اللي هو الساعة كام يعني؟ أنا فهمني أعمل إيه؟ اهدى أعمل إيه؟ اهدى بس ما تتوقعش. معلش اهدى، امسك دي كده، خد دي، هات التليفون. ألو أيوة، مش شركة النت أصلا؟ أنتوا البنك؟ بنك الإيه؟ لا الصوت مش واضح يا باشا، معلش دول البنك. كنا بنقول إيه يا فخر؟ حضرتك اللي كنت بتتكلم.
ازازتي فين يا فخر؟ انا هقول لحضرتك الحقيقه. انا فعلا كنت شايل ازازه الفيروس في ايدي وكانت مشبره وقمر. الفيروس دي اللي هي الفيروس. الفيروس الفيروس. بس وانا ماشي في النادي يا باشا رجلي خبطت في رجل الكومودينو صباعه الصغير دي. لا 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 ما تجيبش السيره دي. لا 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 بالذات لو في الشتا بقى بتوجع. قتلك قتلك لو جبت سيره الكلام ده تاني. لا خلاص انا هقول لك يا باشا. اول لما رجلي اتخبطت لا مؤاخذه مسكتها فالازازه وقعت من ايدي بش على الارض. بش على الارض. وانا كده المفروض اصدقك. انت عارف اللي بيكذب على الجوكر بيحصل له ايه يا فخر؟ بيحصل له ايه؟ لا لا ما تفش والنبي ما تفش. خدوا مرجحوا. لا يا مرجح ما تخمل المراجيح. زهلوني والنبي زهلوني يا جماعه ما بحبش المراجيح. مرجحوا زهلوني ابوس ايديكوا. مرجحوا زهلوني يا ناس ما بحبش المراجيح ابوس ايديكوا. زهلوني زهلوني ابوس ايديكوا. لا مش عايز اتمرجح. هدي نادي باتمان يا اخوانا. وبعدين بقى انا جعانه قوي يا سيد. انا بقالي 3 ايام ما اكلتش هموت. طب ما انا جبت لك قطه تاكليها ما رضيتيش تاكليها. يا سيد انت عارف اني ما باكلش قطط. ليه يعني؟ شكلها كيوت قوي. يعني القطه شكلها كيوت ما رضيتيش تاكليها واكلتي محصل الكهرباء عادي؟ هو ما سابوا لي حاجه دول كانوا كله ما سابوش صباع. بقول لك ايه، هو فاتوره الغاز اتدفعت؟ اشمعنى؟ مستني المحصل يجي يمكن اكله. طب انا عندي فكره تانية خالص، ما تخرجي بره تاكلي الزومبي دول كلهم وتريحينا منهم. سيد ما ينفعش الزومبي ياكل زومبي. ايه بتقرفه؟ لا عشان دي اخلاق المهنه. يا سلام سلام. اهو فخر. اهو ايوه فخر. انت فين يا ابني؟ قلقتنا عليك. انا مش فخر. امال انت مين؟ انا مراته. ده واحد بيهزر. اقفل سكه في وشه. الحقني يا سيد. اهو فخر اهو. الحقني ده الراجل ده ملحى منه على الاخر وعايز يقتلني يا سيد. بص بيعمل ازاي ازاي. اسمع يا جوكر، لو فخر اخويا اتلمس انا هدله الازازه دي في البلاعه. طب ليه يا حبيب قلبي؟ طب ما تديني ازازتي وخد اخوك بدل ما يحصل صفوه صاحبك. انت يا سيد النهارده فرح الحصان سكر على المهر ريتاج جميله الجميلات وانا اللي ظنيت في السوق يا ذكر. يا مدق دقت يا مدق عرس عرس تدور. يا مدق دقت يا مدق عرس عرس تدور. خلي اللي يقول يا بابا خلي اللي يقول يقول. خلي اللي يقول يقول يا با يا با يا با. خلي اللي يقول يقول يا با يا با يا با. يا مدق دقت يا مدق عرس عرس تقول. خلي اللي يقول يا با يا با 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 يا با يا با يا با يا با. ايه الشباب اللي انت عامله في وشك ده؟ انا قلت الزق شنب عشان اعمل لنفسي هيبه كده وسط الرجاله واشرفك وسط اهلك. كده بتشرفني؟ لابس لبس صعيدي على شنب هتلر وكده بتشرفني يا سيد؟ ايه وحش يا ريتاج؟ وحش؟ انت شفت كام واحد ضحك عليك وانت داخل؟ لا يا بنتي دول كانوا بيضحكوا على الاطروفه بتاعت عم سكر. اصلا كانت بتضحك قوي. لا بيضحكوا عليك يا سيد عشان شبه الصرصار. دول ايه يا رجاله؟ ايه المهره ريتاج والحصان سكر اتاخروا كده ليه؟ الكوافير زحمه ولا ايه؟ والله وجعني كتير. احصل سيد ضحك ده قبل كده والله يحصل. يا الميوزيكا دي بتمزعني من جوه يا مومبي. ايوه هي انشوده جميله. بس عندي فضول اسال سؤال معلش. ايوه هي الهلومه والقبهه دي كلها مش كتير يعني على ان انت تتجوز حسنه لبعض؟ كتير. ويا المهرة ريتاج اي مهر عندينا وليه؟ دي ست الستات أميرة الأميرات ساحرة الجنوب. إيه ده؟ مش دوكا حورية فرجالي؟ أيوه هي كانت حورية بس حورية من الجنة. الله
شوقتني قوي اشوف المهره اللي ترجع عم سكر. حبه الحصان سكر ودق فيها كيف ما بيدوب السكر في الشاي، وكان كل حلم انه اخذها وراها على ظهر الفرس الابيض ويروحوا مع بعض لبلاد بعيد. طب ازاي يركب على ظهر فرس وهو اصلا حصان؟ مش فاهم. دي انت غلسه غلاسه يا ريتاج، ما تخلينا اكمل الحديت. ايه الغلاسه دي يا ريتاج؟ كمل عم سكر، ده انا متشوق جدا اعرف اخر الحدوته الجميله دي. وفي يوم اخبر ما طلعت له الشمس عدى من قدام الاسطبل بغل. والبغل ده كان اسمه سيد؟ انت منهنه ولا ايه؟ لا لا انا اخو البغل. على فكره يا جماعه، على فكره البغل ده اسمه سيد على اسمي. ايوه عارف انك اسمك سيد. كمل عم سكر، كمل ايه اخر حدوته؟ يوم اخبر ما طلعت له الشمس عدى من قدام الاسطبل البغل سيد محمل بالعلف والتبن. امتصت المهره ريتاج في نظرها ولاف عليها البغل سيد. طب ازاي خليت الحصان والحصانه يتجوزوا وبعدت عنهم البغل سيد ده؟ قتلت. قتلت البغل سيد؟ قتلته معنويا. لبسته ارنب انتايا ونزلته لغيت يجري ويهزهز للفرنوكه. لا معلش بقى عم سكر، افورت منك دي شويه في الحدوته. مفيش بغل راجل يعني هيقبل على نفسه يلبس ارنبه ست؟ جبل. البغل سيد جبل يلبس ارنبه وينزل الغيط يهزهز في الفرنوكه. الفرنوكه؟ اه فهمت؟ فهمت. اه مرحبا سكر بيه. اهلا بسيد الرجال. مش هتسمعنا حاجه سكر بيه؟ لازما يعني؟ لازما طبعا يا سكر بيه. طب انا هحصلك دلوقتي. وفي يا عم سكر؟ هو انت المونولوجيست بتاع القريه ولا ايه؟ مونولوجيست؟ اه ايوه مونولوجيست. عشان كده هسمعك مونولوج هيعجبك على الاخر. بقول لك ايه؟ ايه؟ أمن انت هعديك عشان ما يقرفناش زي المرة اللي فاتت. ما تقلقيش، هتلتهم نوم في الشاي وهو بيفطر الصبح زي ما انه نايم سطيحه. طب والفراخ دي؟ لا دول حبايبنا واكلين. طب يلا تعالوا بسرعه عشان بداوا يتكلموا. اطمن يا ست الستات، الامانه دلوك في الحفظ والصون، وراك رجاله. ربنا يخليك لي يا سكر. الله يعزك ويطول لنا في عمرك. والله العظيم امبارح من ساعه ما استلمت الامانه والله العظيم ثلاثه ما غمض لي جفن غير لما اطمنت عليهم وحطيتهم في المكان الامن اللي يبقى قلبي مطمن عليه. شلتهم لك يا ستي في ما تقولش يا سكر، انا مش عايز اعرف، المهم انهم في امان. يا وليه مش عايزه تعرف يعني ده حقك؟ ولازم تعرف الفلوس متشاله في ايه. انا ببساطه خدتهم وشلتهم. خلاص يا سكر والله العظيم ما عايز اعرف، الدار امان يا حبيبي. امك دي اختك مديك ما تتلم يا سيد. لازم تعرف فلوسك فين علشان الواحد لو السر الالهي طلع تبقى عارفه. ربنا يطول عمرك. يريحك لو قلت؟ ايوه هيريح. قول. انا حطيتهم لك. ده انت اختك من امك ومن الديك. ايه عطست ايه؟ انا مش عارف سكر ده بيحبك على ايه. والله ما اعرف. عشان تعرفوا بس ان انتوا الاثنين فاشل، انا اللي هعرف مكان الفلوس من سكر. يا سلام بقى، احنا ما عرفناش وانت اللي هتعرف. لعلمك بقى سكر بيعمل لي الف حساب، وحتى لو كشفني ما يقدرش يموتني. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان لو موتني هيزعل ريتاش جدا وهو ما يقدرش على زعلها. يا ذكر يا صح. العب يا عسول. ماشي يا عم سكر. الطابية كانت الحصان. تقفلها لي؟ خد عندك دي. الفيل كان الطابية. خلص الضوء. لا لسه ما خلصش يا سكر بيه. سيبنا فكر بس. ورينا شطارتك وعلى اقل من مهلك. اللعبة دي بتاعت الاثرياء والاذكياء. طيب. الاسد كل الفيل. ملعوب. اللعبة الحلوة نقول عليها حلو. اسد كل الفيل. ماشي. الزرافة كانت الاسد. ما ينفعش. كيف ما ينفعش؟ الزرافة نباتية ما بتاكلش لحمة، هتاكل الأسد إزاي؟ لا ابني دي فوار وبتهضم عادي.
خلاص مفيش فوار، يبقى انا كسبت الدور يا حلو. عندك ايه اللي كسبت الدور؟ ورا اهو. لاعب الماهر هو اللي جهز جميع ادواته عشان وقت ما احتاجها يلاقيها. اللي يقول لك مفيش فوار. ليه مفيش فوار؟ ليه بلعبش بالظرافه انا ولا ايه؟ عاد انا جهز ظرفتي واجهز الفوار. اشرب اشرب يا زراف. اها شربت الزربراح راحش متشرقيش. اي قولي يلا الاسد اهو. هضمت ولا ما هضمتوش؟ هضمته. حلوه لعبه الفوار دي، محتاجه تفكير. انا كل ده ما لعبتلكش بخطه البنادول. العب. على اقل من مهله. طيب التنين حرق الزرافه. دي خرتي. لا تنين. دي خرتي. لا تنين. اللي مش هوا على التنين يعني دي خرتي. لا تنين وبيطلع نار من بق. بص اهو اهو احرق الزرافه يا تنين. خلاص 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 الزرافه اتحرقت. انا قعدت اسحلبه وادحلبه ما رضيش يقول. قلت له مالك ياك في ايه؟ انت مستطول نفسك؟ قمت منصصه ومديله بالكف ونازل على دماغه سوبر سوبريم. نزلت على دماغه بالبدايه فقال لك مكان الفلوس فين؟ طبعا كل الكلام ده حصل في دماغك ودي امنيات. يا ابن الايه فخر الحرام فاستني، ده انا قلت هتعدي عليك. يا سيد انت اي حد يقعد معاك دقيقه هيفقسك. يا ابني قول لي فين الفلوس؟ هو قال لي ان هو مخبيها تحت مهره اسمها صفاء. وهنجيبها صفاء دي منين بقى ان شاء الله؟ احنا ممكن ننادي ونقول يا صفاء واللي ترد تبقى هي دي صفاء. مين اللي ترد؟ الحسينه. ده الكلام ده فلاين كينج بقى يا جماعه. لعلمك اذكى طائر على وجه الارض الحصان، يجي بعديه في المرتبه الثانيه الكنغر والثالثه السنجاب. ده حقيقي، انا قريت المعلومه دي على جوجل ماب. معلش انا اسف يا جماعه، ممكن طلب؟ انا عارف ان انتم مأجلين موضوع الخلفه شويه عشان ظروفكم، ممكن نمنعه خالص عشان ظروف البلد؟ لان الابن اللي انتوا هتخلفوه هيجي في المرتبه الرابعه من الذكاء بعد الكونغر والسنجاب. انا قريت ده برضه في جوجل مابس. يا بهايم فكروا شويه، هتلاقوا ان اسامي الحسنه مكتوبه على العنابر. بس والله العظيم يا فخر احنا لو نادينا. بس بقى بس. ايه ده صفاء التوخي؟ يالا شكلها بتصور مسلسل جوه، تيجي نتصور معاها؟ يلا استنوا، في صفاء تانية، صفاء السبع. لا كده لخبطه قوي بقى كده. معاكي حق. طيب معلش بقى فخر، انا مضطر انادي. اتفضل نادي. بص يا صفاء وصفاء، انا هنادي واللي معاها الفلوس ترد عليا. يا صفاء يا صفاء. اهي ردت يا فخر. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولا سيد، هو اي حد ينادي على الحسين وترد عليه ولا انت ربنا مديك السوبر هيرو دي؟ استنى انا هجرب. يا صفاء انت متاكده انت الحصانه اللي معاكي الفلوس؟ طبعا. امنت بالله، امنت بيك يا رب. يبقى البورس اللي كان بيكلمني في البيت ما كانش تهيؤات، ده كان بيقول لي اعمل لي شويه شاي معاك يا فخر. هخش اسحب المهره عشان ندور جوه براحتنا. ماشي يا صفاء يا صفصف. قوم يلا يا صفاء، يلا قوم قوم يا صفصف، يلا يلا تعال يلا. اقف عندك انت وهي. يا نهار اسود، دي طلع نصها حصان ونصها صفاء. في ايه يا صفاء؟ انت بتعملي كده ليه؟ هو احنا ضايقناكي في حاجه؟ يعني مش المهره صفاء، علي سكر الدايف، وانتوا عشان حفتوا من الاغبياء وقعتوا في المخلص. والله يا صفاء احنا كنا جايين وكل نيتنا خير. بقول لكم ايه؟ انا مش هقتلكم واظفر اليد بدمكم، انا هبلغ عنكم البوليس عشان تعيشوا بعاركم طول عمركم قدامنا. استنى، لو عايز تحاسبهم حاسبني انا، انا اللي قلت لهم يسرقوا الفلوس. بالظبط، حاسبها هي، هي اللي قالت لنا نسرق. يلا خدها بقى قدام ريتاج. انت يا ريتاج؟ ليه يا بنت الناس؟ ناقصك فلوس اياك، قلت لك قبل كده لو محتاجه حاجه انا اللي جبت سداد. الفكره مش في كده، سيد عليه فلوس ولو ما دفعهاش هيقتلوه، وانا بصراحه افني سيد بروحي. الموسيقى المؤثرة دي؟ امسك نفسك يا عم سكر. ده دعا بنت الريتاج. الست اللي تعمل كده مع جوزها لا يمكن قلبها يكون مع حد تاني. أنا اتأكدت دلوقتي إنك مش ليا. ما تقولش كده يا عم سكر. ما تعرفش النصيب شايل إيه.
ايه القرف اللي انت بتقوله ده يا سيد؟ ما اصله صعب عليا قوي يا ريتاش. وانتوا كمان صعبتم عليا. بقول لكم ايه؟ انا عفيت عنكم، لا هبلغ عنكم بوليس ولا دياوله. انت بجد انسان جميل قوي يا سكر، وفعلا انا بحبك زي اخويا. بس ممكن اطلب منك طلب؟ امر يا جميله الجميلات. ممكن ما تقولش لماما على اللي حصل؟ مش هقول لامك على حاجه، سركم في بير. وزيتكم من الشعر بيت؟ انا هدلكم على مكان الفلوس. بجد يا عم سكر؟ ايوه، بنسبة الفلوس قول لك مره واحده طروفه، يعني مره واحده. لا 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 اسمع بس، قول لك ضحكه كتير، ضحكه كتير. ماشي هنسمعها بس بعد ما تقول لنا على مكان الفلوس. طب اسمعوني زين وطرت جم ودانكم. انا هقول لكم على الخطه. بعد حوالي ساعتين ثلاثه من دلوك بالتمام والكمال هتكون الخلق كلها في العزبه نامت. اول ما تتاكدوا ان الخلق نامت وانك ترمي الابره على الارض ترن، تنزلوا تتسحبوا كيف التعالب المكاره، تاخدوا من الطريق الزراعي وتدخلوا يمين من اول طريق من عند عنابر الخير الجبلي. تفضل ماشي بالطريق ده طوال، اول ما تلاقي نخله طويله تحتها مجموعه من الصناديق تقف. هتلاقي مجموعه من الصناديق ملونه ما بين الاصفر والتركواز، من بيناتهم هتلاقي صندوق اصفر عليه علامه اكس بالاسمر، هو ده الصندوق اللي عليه العين والنيل. تاخد الصندوق وقبل ما تمشي بص وراك واركز. ايه ده؟ ايه ده؟ فاكرني هكمل فويس اوفر ولا ايه؟ ضحك ما حصلش هو من اللعبه دي. صدمات. لا بجد شكرا على الفلوس يا سكر بجد. الله يعزك يا عسل. شكرا انك جيت الحلقه. الله يعزك يا مناسبه الحلقه. قول لك حظوره. ليكم في الحزازين؟ اه طبعا. قول لك ايه؟ ما هي الحلقه؟ ايه؟ هي مرات الحلق. اللهم اجعل خير. حفظ الله وامانه. حفظ الله مع السلامة. يلا حفظ الله. السلام عليكم. عملت فيهم مخرز. اللهم اجعل خير. ما حصلش الضحكة دي. ياه. الله يمسك بالخير يا عم سكر. والله وحشني قوي. بصراحة هو جدع جدا، هو في حد في الزمن ده يساعدني اني اسرق ماما؟ لا سيبك من ان هو جدع، ده دمه خفيف سكر. قال شوية اطرافات على فخر، لو كنت سمعتها كنت قلت من الضحك. سمعتها، ودمه كان زي السم ويلطش، ده انا ما كنتش بطيقه. طب كنت بتضحك له ليه يا فخر؟ عشان اجاريه، عشان نوصل للحظة اللي فيها معانا الفلوس دي. افتح يلا كده الفلوس وخلينا نشم ريحتها الحلوة. على رأيك يا فخر، ده صندوق الفلوس نفسه بينشع عسل. ايوه يا ابني، ما الفلوس تعمل اي حاجه. لا بينشع عسل بجد. بص دوق حتى. لا وكمان ليها صوت، ليها صوت كانها بتقول لي يلا يا ابو السيد طلعني يا ابو السيد واصرفني يا معلم. طب ما تفتح يا ابو السيد شوقتنا. يا نهار اسوح، احنا شغالين خبطنا حد. معلش يا عم الدجال، احنا كنا جايين لك بس عارف عشان عارف تبين عشان اختكم لابسها عفريت وعايزين نطلعه صح. الله اكبر. حي. طب يعني مصلحتنا دي مقضيه بامر الله والعفريت ده هيطلع مقضيه ان شاء الله، بس الاول لازم نعرف اسم العفريت. وانا بالنسبه لي عملت اتصالات بالعالم التاني، عالم الجن، وعرفت اسمه. طب واسمه ايه يا مؤاخذة؟ خالد. خالد؟ العفريت اسمه خالد؟ ايوه. خالد على طول كده يعني مفيش عفركوش خالد او برتكوش خالد؟ يا ابني عفركوش وبرتكوش ده في الفانوس السحري. لو امر يا مصطفى. صح عندك حق، بس لا مؤاخذة يعني خالد ده احنا هنخرجه من اختنا ولا هنخرج معاه ولا ايه؟ مش هينفع يخرج من اختكم. مش هينفع اخرج من اختنا؟ ايوه. امال داخل عامل لنا فيها اندونيسي وايوه والسلام عليكم. لا 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 يا فخر لا ما تجننش يا فخر. بس يالا انا بعرف اتعامل مع الناس دي. اسكت خالص. معاك بتاع يالا؟ قول لصاحبك يسكت بدل ما اسخطه حاجه وحشه. شايف؟ ابوس ايدك يا عم الدجال. خلاص بقى مش كل شويه. لما عملت اتصالات عرفت ان خالد اللي لابسها ده بيحبها. طيب في سكة مع خالد؟ ليه سكة طبعا، بس للأسف مش هينفع يخرج لكم، انتوا اللي هتخشوا له. هنخش له في اختنا؟ لا طبعا. اسمع يا ابني انت وهو، عشان اختكم تخف لازم تروحوا لخالد ده، تروحوا له العالم بتاعه، عالم الجن. لما
لما تروحوا له هناك برضوه. لا لا انا مش هعمل الكلام ده، انسى يا فخر خالص. اسمع طب نسمع. ده انا قاعد هنا خايف منه هو شخصيا. نسمع عايز نروح عالم الجن. انا مش هروح. انا كمان اتلبشت. مش هنروح. ايوه ما انا بقول لك مش هنروح، وانا بقول لك نمشي دلوقتي. بقول لك ايه يا عم الدجال، احنا مش هنروح عالم الجن ده لا لخالد ولا لغير خالد. طب والسحاب والفلوس ما هيموتكم لما جبتوهاش. حي هو ازاي بيعرف كل المعلومات دي من غير ما نقول له يا فخر؟ هتروح ولا ايه؟ هنروح يا عمنا، هنروح خلاص. انت اتجننت يا فخر ولا ايه؟ انا مش هروح انا عالم الجن برجلي. انا خايف يا فخر. انا بدات اتوتر. انا الخناقه جت لي يا فخر. انا تعيان. جت لي يا فخر. جت لي. خدوا الشنطه دي هتنفعكم هناك. لا مؤاخذه يا عمنا، شنطه ايه؟ واحنا طالعين عمره ولا هنروح عالم الجن؟ يا ابني بقول لك خدوها هتنفعكم هناك. طب معلش يا عم الدجال، واحنا هنروح عالم الزفت ده ازاي؟ عن طريق الكابينيه. كابينيه؟ ايوه. هي العفاريت دي لا مؤاخذه بتسكن فين؟ مش في الحمامات؟ العفاريت بتسكن في الحمامات؟ امال بتسكن في التجمع؟ انتوا الاثنين هتقفوا فوق الكابينيه وتصرخوا صرخه انثى وتروحوا دايسين على السيفون بالايد الشمال اليمين. لا السيفون بالايد الشمال اليمين. لا السيفون بالايد الشمال. حاضر يا مولاي. اليمين. لا السيفون بالايد الشمال اليمين. لا انتوا متاكدين ان الراجل اللي كنتوا تنزلوا من الكبانيه؟ ايوه متاكدين، بس مش ده اللي قلقني. المشكله ان السباكه في العماره دي مش كويسه، فانا خايف الكبانيه ده ما يوديناش عالم الجن. امال هيودينا فين يعني؟ ممكن بعد الشر. بعد الشر يعني يودينا عند سلاحف النينجا. بص يا سيد، احنا ونصيبنا، احنا هنركب الكابينيه ومكان ما يقف هننزل. بس عارف لو وصلنا انا مش هركب عربيتي تاني، انا هتحرك بالكابينيه بس. طب خدوا بقى شنطه الدجاله اهي، وخدوا السندوتشات دي عشان الطريق. طيب حطيتي لي المايوهات ومضارب الراكت في الشنطه؟ مايوهات ومضارب راكت ايه؟ هو احنا طالعين مرسى مطروح؟ احنا هننزل عالم الجن. طب يلا انا هركب هنا. يلا. لا يا حبيبي انا اللي هركب جنب الشباك. انا هركب وانا راجع. لا ماليش دعوه، انا بحب اركب جنب الشباك. انجزوا وخلصوا بقى. ننجز ليه وانت جاي معانا؟ لا عايز اخش الحمام. طيب يلا 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 بسرعه. يلا بسرعه يا فخر. مين اللي هيصرخ صرخه الانثى ومين اللي هيدوس؟ انت صرخ صرخه الانثى عشان صوتك رفيع وانا هدوس. ماشي متشكرين يا عم سيد يا ابو الاصول. متشكرين. مش قصدي والله، بس انت صوتك رفيع فعلا. ماشي. انت بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ شكلك حلو قوي وانت بتصرخ صرخه انثى. ماشي طب انجز طبعا عشان ننزل بسرعه. يلا 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 دوس. استنى طيب. يلا هصرخ. صرخ يلا. سيد انت كويس؟ الحقنا يا فخر انا بغرق. يا ابني انا واقف لك على القعده اهو، هات ايدك هات. ايه ده؟ احنا خرجنا في حمام برضو. ايوه يا ابني، ما احنا ركبنا من حمام يبقى هنطلع في حمام. بس مفيش اي حاجه هنا تدل ان احنا في عالم العلم والجن. اسمه عالم الجن، ما تقعدش تقول العلم والجن عشان تخوفني. بقول لك ايه، اسالني الواد اللي هناك ده اقول له ايه الدنيا. كابتن انسان انسان. انت عفريت بجد يا فخر؟ عفريت بقرون؟ يا نهار اسود، انت خدت بالك يا انا ده خاف مننا؟ لا مش لدرجه خاف مننا يعني، هو تلاقيه بس اتكسف لما لقينا واقفين عريانين في الحمام فجري. ايه ده؟ احنا واقفين عريانين؟ لا مش عريانين. طب امال بتقلقني ليه؟ بتقلقني ليه يا ابني؟ انا ناقص. هو مش طبيعي برضه يا فخر يعني ان عفريت يخاف مننا؟ يا حبيبي احنا عندهم فيخافوا مننا، زي ما هم يبقوا عندنا فاحنا نخاف منهم، فاهم؟ انت كذاب يالا ولا فاهم ولا زفت والله العظيم. بص يا بابا الموضوع بسيط، عامل زي دوري ابطال اوروبا كده، ذهاب وعوده، برشلونه على ارضها بتعمل ايه؟ بنخاف منها. واحنا لما تجيلنا برشلونه بنعمل ايه؟ بنخاف منها برضه. طيب يبقى احنا تمام يا بابا، في ايه؟ افتح لنا الشنطه دي، شوف لنا الدجال حاطط فيها ايه؟
شنطة الدجال؟ اه. ما هو انا سبت شوية حاجات منها في البيت قبل ما اجي. انت بتتكلم بجد؟ لا لا يا عم بهزر عليك واحد. انا قلت بس اقول لك مفارقة لطيفة كده يعني تخفف من عناء الموضوع اللي احنا فيه. طب انجز طيب. ايه؟ انجز افتحناها شفنا الشنطة دي فيها ايه؟ في كتاب اهو. اه حلو ده اكيد هيفيدنا في وقت. حطه. ماشي. الحاجة دي تحافظ عليها زي عينيك. ماشي. وفي ايه ده؟ في زجاجتين. ايه ده؟ ايه دول؟ مش عارف ده غالبا عصير فراولة وده عصير بنطلون جينز. الفرقة دي؟ لا ما هو مفيش فاكهة زرقاء فخر. ايوه صح عندك حق. هي الصراحة كانت مفارقة بس لما لقيت دمها تقيل فقلت اخدها في الجد يعني. طيب ما تهزرش بقى هنا تاني. ما تهزرش هنا تاني. خلاص يا فخر. احنا مش واقفين في حمام الفور سيزو. احنا واقفين في حمام في عالم الجن. طب يا فخر اعمل ايه طيب يعني؟ يعني اقف كده ثابت كده وخلينا نشوف هنعمل ايه. زي ما بقول لك عندكم بني ادمين في الحمام. بني ادمين في حمامنا. دي حاجة غريبة قوي. اللي انا اعرفه ان احنا اللي بنطلع لهم في حماماتهم مش هم اللي بيطلعوا لنا. لا اسمح لي دول عيال عفاريت. ما هم ولا شياطين حمر ولا جن ازرق لونهم ابيض يبقى اكيد بني ادمين. ابيض. لا انت شكلك تقلت العيار حبتين زودتها شويه. انا مراقبك من الصبح على فكره. وعموما انا هاجي معاك الحمام عشان اكد لك ان حمامنا نظيف ومطعمنا نظيف مفيش الحاجات دي. اتفضل اتفضل. تعال 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 مفيش حاجه. السلام عليكم. لو سمحت عايز اسال حضرتك سؤال واحد. عمر يا باشا. ما لمحتوش اي حاجه غريبه وانتوا في الحمام جوه؟ هو في اغرب من اللي احنا فيه ده؟ انت مش مستغرب؟ استغرب ليه؟ ده عفريت واحنا عفريت يا سيد. احنا لسه بنقول السلام عليكم. يا امك. حاجه غريبه زي ايه حضرتك؟ اصل الاستاذ بيقول ان في بني ادمين في حمامنا. بني ادمين؟ يمكن قصده علينا قبل ما ندهن. طب ما تكمل له الحكايه بقى. قول له على السحاوي وقول له على الفلوس واخواتنا وكل حاجه. زلت لسانه. زلت لسانه. خدني بس. طب اسكت يا سيدي. انا خايف او خايف منه جدا. لو عييت هنا هيحرقوني. انا هتخنق. ما تتعياش ما تتعياش خالص يا بابسي. لا يا باشا هو الصراحه كان في بس حاجه غريبه بس انا اللي استغربتها هنا يعني على المكان النظيف ده. الشطاف كان بايظ شويه. شفت يعني مفيش بني ادمين الشطاف هو اللي بايظ. بعد اذنك ما تروجش اشاعات على مطعمنا لو سمحت. فضح حضرتك على ترابيزتك. اعدم قروني شفتهم جوه. ما خلاص يالا تنح انت يالا. ما قالك مفيش بني ادمين يا امشي غور على ترابيزتك يلا. ماشي ماشي. منورين يا فندم. ربنا يخليك يا باشا. ينفع نخش ندفع حاجه؟ ادفع براحتك يا فندم. حبيبي يا ريس. بعد اذنك. اتفضل. صباح الفل مولعه. ياو فخر. عايز ايه؟ ولا قاعد هناك ده عفريت ولا جدي؟ لا هو اكيد عفريت. مفيش جدي بيقعد على الكرسي ويتكلم كده. هو انت ليه مش ملون تحت عينك؟ ولا ده اجهاد؟ يا عم الازازه خلصت مني. وبعدين لو حد سالنا احنا مقشرين ليه كده هنقول له ان احنا راجعين من الساحل. ماشي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا باشا. تشربوا حاجه؟ شوف كده هتشربنا ايه؟ اجيب لكم زفت، اجيب لكم قطران. ما تتكلم عادل يا جدع انت. انا مش فاهم ايه قله الذوق دي. يا فندم ده اللي موجود في المنيو. في زفت، في قطران سخن وساقع، في كمان مشروب اللهيب الغير كحولي، في كمان بقى سموزي جهنمي لذيذ قوي هيعجبك. انا هاخد السموزي الجهنمي اللذيذ اللي هيعجبني قوي ده. اوكي وحضرتك؟ لا يا باشا انا هاكل وبعدين اشرب. اوكي يا فندم. شكرا. هو انت اشمعنى طلبت المشروب ده بالذات؟ عشان ما بحبش بقيه المشروبات. فانت عارف ده وبتحبه يعني وجيت تشربه زي ما بتشربه هنا على طول. يا فخر ما تقطمنيش يا فخر. انا بملى مع الراجل عشان ما يفقسنيش. انت عارف ان انت اول ما تشربه هتموت يا سيد؟ بجد يا فخر؟ بجد يا فخر؟ ده ابتدى بزفت وقطران، قمت انت متفزلك ومتشملن ومختار الانجليزي، سبوسي اتش مش عارف ايه رحت مختار. شوف لنا الكتاب بس مكتوب فيه وهنوصل لخالد ده ازاي. ده شكله جدي جدي. ما تقعدش بقى تتسحل معاه، بقول لك ايه عايز تتسحل اكتر؟ بص على اللابس اسود. يا دين النبي. ايوه انا بقول لك مش هنخلص بقى. هنبص دي شعرها ودي دماغها مش موجوده وده مش عارف عامل ازاي. مش هنخلص. اقرا لنا بقى الكتاب ده ايه الدنيا. بص يا اخويا الكتاب مبدئيا اسمه كيف تعيش مرتاح في عالم الاشباح. انت هتشتغلني ولا دي مفارقه من مفارقاتك؟ لا والله مش مفارقه خالص حتى ما تضحكش يعني. هو اسمه كده. خد اقرا. تمام.
تمام. لا 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 انت فهمت ايه؟ انا مش قصدي يعني اقول انك ما بتعرفش تقرا وتكتب. ما انت قلتها يا سيد. والله العظيم مش قصدي خالص ان اعايرك بانك جاهل. ما انت بتعمل كده يا سيد دلوقتي حالا. يا اخي انا عمري ما جت في دماغي الفكره اصلا انك امي. امي؟ انا مش امك يا سيد. بقول لك ايه؟ انا بعرف اقرا على فكره بس انا بكسل. لا هو الصراحه انا فخر انت بتعرفش تقرا. لا بعرف اقرا. طب احلف كده فخر انك بتعرف تقرا. ما ينفعش احلف واحنا في عالم الجن، وبعدين احنا لسه خارجين من الحمام. ماشي اتفضل. بص اول حاجه بيقولها الكتاب لازم نبقى لابسين التوك اللي على دماغنا دي اللي هي القرون. احنا تمام كده. تاني نقطه احنا لازم نقوم نتدهن دلوقتي حالا يا فخر. انت بتتكلم بجد؟ امال اللي في وشنا ده ايه؟ بوسه مثلا؟ سيد ركز في الكتاب بالظبط وشوف هنوصل لخالد ازاي. حاضر اخويا. اهو اهي النقطه دي. النقطه دي بقى هي اللي بتقول لنا ازاي نوصل لاي عفريت، اسمه وعنوانه وكده يعني. لازم نروح السجل المدني بتاعهم، قسم اللبس والتلبيس. حلو. شوف لنا بقى عنوان السجل المدني عندك. مش مكتوب بس مكتوب قسم اللبس والتلبيس. احلى سموزي الاحلى عفاريت في الدنيا. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا باشا. ده جايب لك ام علي اهو يا عم كمان. اتفضل. تسلم ايدك. ده ليا انا؟ ربنا يخليك تسلم. معلش يا باشا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل يا فندم. هو فين عنوان السجل المدني؟ ده اخر الشارع بعد سينما جهنم الصيفي على طول. تمام يا باشا هسالك سؤال تاني. تحت امرك. هو بيفتح امتى الصبح بالظبط عشان نلحقه من اول النهار؟ الصبح. لا ما فيش حاجه يا باشا. شكرا خلاص انا عارف. شكرا قوي. هاف ا نايس تايم. ايه اللي انت بتتحبب تقوله ده؟ مفيش حاجه عندهم هنا اسمها الصبح، عندهم هنا الليل بس. يا سلام انت هتشتغلني انا؟ انت عمر طلع لك عفريت الصبح؟ انا عمري ما طلع لي عفريت اصلا. يعني ما طلعلكش الصبح، يبقى بيطلعوا بالليل بس، يبقى ما عندهمش الصبح عندهم ليل. يا ابن اللذينة شوف لما بتشغل دماغك يا سيد بتبقى نور وبتفهم ازاي؟ بنكمل بعض يلا، بنبقى عاملين زي حسام وابراهيم كده. برافو عليك. تستحق بقى تنتحر وانت مستريح. شوف بقى هتنتحر بالسموزي ولا بام علي؟ لا انا مش هقدر اشرب ولا اكل الحاجات دي. لا لا انا هاكلك ام علي. جميله يلا يا الله اكبر دي قمر. يلا افتح افتح بقى. الجو هنا برد قوي على غير عندنا. ايوه ما هم عكس عندنا يعني، بيبقى عندهم شتاء احنا بيبقى عندنا صيف زي تايلاند كده، والعكس برضه لو عندنا احنا صيف هم يبقى عندهم شتاء. يا دي النيلة يا دي النيلة يا حضرة، دي رابع مرة تعدي عليا واقول لك ان موضوع انك تلبس عمرو دياب ده مش تخصصي مش قراري. وبعدين تعالى هنا، انت مين انت؟ شهادتك ايه انت؟ مؤهلاتك ايه انت عشان تلبس الهضبة ذات نفسه؟ يا مدام لازم البسه، عارفة ليه لازم البسه؟ ليه يا خوي؟ عشان لو اتساب انا هيجيلي تعب اعصاب. يا مدام ده حلم حياتي من وانا عفريت صغير، وزي ما حضرتك بتقولي دي رابع مرة اجيلك فيها، وانا سايب الورشة وقافلها في المرج. أرجوك حاولي تساعديني. أولاً عنيسة، ثانياً إن شاء الله تكون جاي من جهنم، أنا مالي لما تيجي الأستاذة فايقة من أجازة الوضع تبقى تشوف موضوعك، تعالى لنا بعد شهر. يا مدام. عنيسة، عنيسة، أنت أطرش. قرف ده على الصبح اللي بعده. مساء الخير يا فندم. اهو مسا وخلاص اقمر الامر اللي احنا بس كنا جايين. عم مختار اعمل لي كوبايه زفت عايز اظبط دماغي. وهات لي ميه نار معدنيه، اهم حاجه تكون معدنيه ما بشربش غيرها. حارو نار في جتتك يا فندم. تسلم يا اخويا. ها معلش كنا عايزين نسال بس على عنوان واحد. اسمه ايه الواحد ده؟ اسمه خالد ابو الوفا. مفيش اي حاجه تانيه تميزه؟ هو لابس واحده اسمها دعاء. تمام. خالد ابو الوفا، خالد ابو اهو لقيته. تمام. طب ممكن تدينا عنوانه بقى؟ لا الموضوع ده مش اختصاصي، لما تيجي مدام فايقه من اجازه الوضع تبقى تشوف الموضوع ده، عدوا علينا كمان شهر. ايوه بس الشهر ده كتير جدا. انا مالي يا اخويا، انا مالي، انت هتوجع لي دماغي ليه؟ ورايا شغل قد كده. شوف بقى تعمل ايه. تمام. على الله التسهيل. ارفع يا ابو حميد، ارفع 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 تاني 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 بس. جاهز يا سيد؟ جاهز يا استاذ. انت اكشن يا عالم يا هو. اني بحب فيكتوريا. مين تقصد انا؟ اني بحب فيكتوريا. ايه قول تاني كده؟
ارفع لي بقى يا ابو حميد. لا يا ريس الدراع هيتقتل مني. تعبيط ولا ايه؟ انا المخرج وبقول لك ارفع. لا يا ريس الدراع هيتقتل مني يا ريس. اقسم بالله غرقها لك. لا يا ريس الدراع هيتقتل مني. كمل انت مالكش دعوه بينا. كمل مالكش دعوه. اكمل الساعه فخ. انت مالك انت؟ هي كلها بقت تخرج ولا ايه؟ ارفع بقول لك اهو. حاسب حاسب حاسب. انهيار صخرة كبيرة من جبل المقطم، وجاري البحث عن سبب هذا الانهيار. ها لقيتوا دموع؟ الحمد لله لقيناها. هي ازاي لسه عايشة بعد ما وقعت من المقطم؟ لا ما دموع اختي دي عاملة زي كاوتش التريلا، فضلت تتنطق على جبل المقطم لحد ما دغدغيته كله. بس هي مرهقة من الوقعة شوية يعني. بس تمام، انا زبطت مع الرجالة هيجوا الفجر يحملوها في التريلات وهنروح ان شاء الله نصور بقيه الفيلم. دلع نجوم بقى يا ست. بس يا جماعه والله انا قلقان جدا من موضوع الفيلم ده. مين عاقل هيخش فيلم بطوله دموع وبطولتي؟ انا بصراحه شفت الحاجات اللي احنا صورناها والحاجات يعني مش قد كده، بس انا عندي فكره جامده. طب ما تقولي يا تكتك. الفيلم ده عشان ينجح لازم نعمله دعايه كويسه قوي، ووش دموع لازم يكون معروف، وشها بس مش حاجه تانية، فالناس تشوفها وتكون عاوزه تشوفها. بس لقيتها. احنا نطبع وشها على كروت ونخلي العيال يوزعوها في اشارات المرور وهي واقفه زي العيال اللي بيوزعوا كروت حضرموت وكده يعني. مش قصدي كده، انا قصدي ان احنا نخليها ترند. ترند ماشي سهل، بس هتحتاج كميات قماش رهيبه. ترند ايه؟ انا قصدي انها تتشاف، تبقى مشهوره، تطلع مثلا في برامج زي منى الشاذلي، سعاد يونس، او تعمل اعلان عن منتج. ايوه صح، هو اعلان. الاعلان بيتعاد كتير فوشها هيتعرف. بس دي نعمل لها اعلان عن ايه؟ فكر في حاجه شيك. حاجه شيك؟ نعمل لها اعلان عن شاليهات مثلا في الساحل الشمالي. تخيلوا معايا كده، دموع خارجه من باب الشاليه وبتتمشى لحد ما بنشوفها واقفه بالمايو على البحر. ايوه صح، دموع مش هينفع تلبس مايو. لا هي دموع اصلا مش هينفع تعدي من باب الشاليه. على فكره انتوا بتفكروا غلط، البت دي محتاجة تعمل إعلانات الناس تتعاطف معاها كده وتحبها. يا جماعة أنا مش قصدي كده، أنا قصدي نعملها إعلان راقي، إعلان زي بتاع الشوكولاتة بتاع نيلي كريم أو المجوهرات بتاع نانسي، حاجة شيك كده. هي التي دائما تعطيني إحساسا بأنوثتي، هي التي تشعرني بالجمال والأناقة وتدخلني في عالم من الخيال، دائما تكسبني ثقة بنفسي. إنها سمنة حلاوتها. من حلاوتها هشربها من علبتها. يا نهار اسود، دي مصيبة. في ايه يا ابني؟ الاعلان عامل 3 فيو بس. انا نفسي اقابل التلاتة دول اعرف دول مين. ايوه ده انا. انت اللي اتفرجت على الفيديو 3 مرات؟ لا انا اتفرجت مرة واحدة بس، النت كان عمال بيعلق فقعدت اعمل ريفرش. وانت ما اتفرجتيش على الاعلان بتاعك؟ انت ايه الجهل ده؟ هتفرج على حاجة انا صورتها؟ ما انا اللي مصورة الاعلان يا ابني. يا بيه براحتك، انت لو اتفرجتي على الاعلان مرة واحدة بس هيكسر المليون مشاهدة. ده الحمد لله ان ما حدش شافه، دول لو كانوا شافوه كانوا حدفوها بالطوب في الشارع. صح، انت عندك حق. احنا ممكن نشهرها بس بطريقه تانيه. ازاي يا رتاش؟ بالاشاعات. لا، اكتر حاجتين بيضايقوا الفنان ان حد يخترق خصوصيته والتسلخات في الحر. ده احنا عمالين بنلم فيكي من كل حته وانت تقولي. طب خلاص، لو هنعمل اشاعات نعملها زي ما بيقول الكتاب، ابقى صفحه اولى في كل الجرايد والمجلات، واهم حاجه السوشيال ميديا، الفيسبوك والانستجرام والتويتر والميكروويف. اسمعوا معايا كده الخبر ده. ماشي. القبض على شبكه الاداب التي تديرها الفنانه دموع الشحات. وجه الملاك وعقل الشيطان. والنعمه خبر ينزل يكسر مصر. ونحط لها صوره جنب الخبر ده مركبين وشها على فورمه محمد امام وهو قالع. دي تكسر مصر يا جماعه. لا طبعا مش حلو،
ايه ده؟ ايه الحقد والغل والنفسيه اللي طافحين على وشك دول؟ بيقولك هيكسر مصر. خلاص اخدك معايا في الشبكه واركب جسمك على صوره محمد رمضان. يا غبيه، الناس كده ممكن تكرهك وما يخشوش الفيلم، افهمي بقى شويه. لو ايدك اتمدت عليا المره الجايه هاكلها. يا جماعه اهدوا شويه، مش هنتخانق عشان اشاعه. خلاص تعالوا نعمل اشاعه تانية خالص. نعمل اشاعه مثلا عن الزواج، نقول زواج الفنانه دموع الشحات من الفنان كريستيانو رونالدو. اللي مسروع على الجواز انت، كريستيانو رونالدو ايه؟ هو هيشوفها فين ان شاء الله؟ مش مشكله شافها فين دي، ممكن نفبرك خبر تاني. يعني مثلا نقول خلال زياره النجم الكبير للقاهره قد زار النجم الكبير الاهرامات وتفقد معالمها، وزار القلعه وتفقد معالمها. يا لهوي، وانا هعمل لها حته دعوه فرح مصر كلها تحكي عنها. يتشرف الحاج ابراهيم رونالدو والحاج رزق الشحات بدعوة سيادتكم إلى فرح نجل الأول كريستيانو إبراهيم رونالدو وكريمة الثاني دموع رزق الشحات، وذلك في يوم الأحد 9 مساء بقاعة سانتياغو برنابيو بشبرا الخيمة. لا 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 يا جماعة، إشاعات الجواز دي كفتة. أنا عندي إشاعة لوز العنب. إيه يا ريتاش؟ أنباء عن إدمان الفنانة دموع ومشاهدتها في إحدى الملاهي الليلية. انت عبيطة يا بت يا ريتاج ولا إيه؟ أقسم بالله لو عملت كده أذبحها وأنط في النيل. يا جماعة دموع كده كده مش معروفة، فتطلع لها في كام برنامج تقعد تعيط لها شوية فهتصعب على الناس، فهتبقى حديث الساعة. صح يا تكتكة. سيدة شحات، فخر يا شحات، بكرة عندك مهمة كبيرة قوي ولازم تعملها. هتروح عند أختك دموع اللوكيشن بتاع الفيلم بتاعها، تنقي كده كام عيل كومبارس تلبسهم عساكر. في الوقت ده هكون انا موجود في الاكسسوار، هجهز بقى من نومك ياس الحشيش اللي هي جواها عجوه دي، ونفرك عليها ريفو كده عشان تبقى الظبطيه كامله. تاني يوم الصبح لما يجوا العيال دول يقبضوا عليها وهي نازله وعماله تقول بريئه بريئه حريقه حريقه، نكون احنا بنصور من الناحيه التانيه بموبايلاتنا. بعد ما يخلص المشهد ده نرفع على اليوتيوب، بعون الله مصر كلها هتشمت فينا. بقول لكم ايه يا جماعه، ما بلاش بقى فكره المخدرات والبنج والكلام ده كله، خلينا في الجواز احلى. ايه رايكم زواج الفنانه دموع الشحات من زاروك؟ لا بس مش هتتصدق زاروك دي، لو زادوج ممكن تتصدق. فكر. بقول لكم ايه، في صحه الشهره. في صحه الشهره. ينتابني إحساس بالإنجذاب الشديد نحو تلك الرقعة الخالية فوق رأسه. إنها الصلعة، الصلعة التي دائماً ما أشعرتني بالسعادة والأمان. مدام، هو أنا معرفش أقعد 10 ساعات على بعض من غير ما تدخليني؟ آسف مدام، في واحد عازل ده. واحد مين ده؟ ده انت مين وايه اللي انت بتعمله هنا يا بني ادم؟ انا عم بحكي معاك. ايه في ايه؟ شو عم تعملون؟ ايه ده استاذ هيفا، هو حضرتك بتعملي ايه هنا؟ انا شو عم بعمل هون؟ ده بيتي على فكره، انت بتعمل ايه هنا؟ انا حضرتك من الشركه الالمانيه البرتغاليه الفرنكوفونيه الانجليزيه المتحده لاباده الحشرات النموذجيه، وزي ما حضرتك عارفه اليومين دول يعني موسم الجراد، ربنا يعود عليكي وعلينا الايام بخير. وعرفنا ان في جراده تخلفت عن السرب وهربت، وتحرياتنا قالت ان الجراده دخلت الفيلا هنا. وايه اللي هيجيب الجراده عندي؟ حضرتك زي ما انت عارفه يا استاذه هيفا معجبين الكتير يعني ربنا يكترهم، اكيد دخلت هنا لما عرفت ان هو بيتك، قالت تتصور معاكي صوره، تسمعي كنت بتدندني الغنوه الجديده كده يعني. لا معلش، انا بيتي ما فيهوش جراد، اتفضل اطلع بره لو سمحت. دي الظاهر عشان هزرنا وضحكنا ولعبنا وكلنا مع بعض فهبت منك بقى. اسمعي يا هيفا، انا مش هخرج من البيت ده الا في حالتين، ان ارش البيت كله او سيد يمشي من هنا. سيد مين؟ سيد الجراده،
ما هو جرادة ولد. يا راجل مش كانت بنت من دقيقتين؟ لا ما تركزيش قوي يا استاذه هيفا، يعني ده سر بكامل، هنركز في ايه ولا ايه؟ بعد اذنك لو سمحتي ما تاذينيش في اكل عيشي، لان الجراده دي مسجله خطر، وخطر على حياتك انت شخصيا. بعد اذنك سيبيني اشوف شغلي. فين بقى المذكرات؟ مذكرات ايه؟ ده انا في اوضه هيفاء وهبي، يولع السحاوي ويولع فخر وتولع رتاش. دي هدومها دي هدومها. انت يا سيد الله يخرب بيتك، ايه الروايح دي جايه منين؟ ايه ريحتك دي؟ ايه ريحتك؟ ايه ريحتك دي؟ ايه المذكرات؟ ايه المذكرات؟ مش قادرة استحمل. انت مش رشيت البيت كله وارتحت؟ فضل اطلع بره. معلش انا اسف والله، والصراحه يعني المبيت خلص وانا واقف كل ده عمال برش ميه. بتمحك فيك يعني يا استاذه هيفا، لاني مش هقابل حضرتك تاني. بس انا ليه عند حضرتك طلب، انا عيد ميلادي قرب. عن جد؟ كل سنه وانت طيب. امتى عيدك؟ كمان سنه ونص. فليا طلب صغير بس تعمليه لي، تغني لي بصوتك الحلو ده هابي نيو يير. لا معلش اصل البتاع ده بوظ صوتي، بلس ان انا عندي برد. والله عارف ان انت هتقولي كده، حاجات البرامج دي اللي انتوا بتروحوها بتعملوها يا فنانين. صح، قعده رجاله وسمر والرجاله والحاجات دي كلها. ده انا عندي فانز ياكلوا الزلط يا كلاب. ده بيومي لافرز هينهشكم نهش. بيومي لافرز ايه وفانز ايه؟ واحنا خاطفين مريم فارس؟ حرام عليك يا اخي، على فكره استاذ بيومي جسمه احلى بكتير من مريم فارس. على الاقل الطبيعي. هو فعلا عنده فانز كتير قوي، انا على صفحه سويت بيومي بوسيكات. بجد؟ اه والله. شفتي الفيديوهات الاخيره اللي نزلتها؟ شفتها حبيبتي. طب ممكن بقى بطلوا رغي؟ اتفضلي تعالي معايا يلا عشان نجيب حبل. هنشنقه ولا نسحله على الاسفلت؟ ايه الدمويه دي؟ هنربطه في الكرسي عادي. هتيجي معايا ولا هتقعدي ترغي؟ ينفع اجي انا؟ ايه؟ اسمعني يا راجل انت، احنا لسه في اول الخطف. طب ينفع اجي معاك في اخر الخطف؟ بيقولوا ورا بعض. قلت لك يا ابني بلاش نخطف بيومي فؤاد، نخطف سيد رجب، ده بيضحك قوي. استاذنك يا حبيبي لو سمحت، لو نمت نصحيني عشان نازل اخر الخطف. حبيبي ماتش بقى. حاضر تعال. اوعى تشيل الغيامه اللي على عينيه، احسن يحفظ المكان ويجي لنا تاني. حاضر يا فخر. تقول اسمي قدامه عادي يالا؟ امال اقول لك حاضر يا ايه؟ قول حاضر. حاضر. ايه ده؟ تصدق نفعت حاضر؟ طب اقول لك حاجه، انا هقول لك حاضر يا. ماشي شغال. وانت تفهم على طول. امال حاضر يا تفهم انت على طول. خلاص هفهم على طول، بس اوعى تقول اسمي. حاضر يا. يلا يا ريت. يلا يا. ماشي. يلا هما مشوا يا خدامك سيد الشحات. عشت الاسامة. ايه نهار اسود، انا قلت لك ان اسمي سيد. ابوس ايدك يا استاذ بيومي، لما فخر وريتاج يرجعوا ما تقولهمش ان انا قلت لك ان اسمي سيد. اسمهم فخر وريتاج؟ اه مين؟ اه وفخر بقى ابو شعر اصفر؟ لا ريتاج ابو شعر اصفر، فخر ده اللي هو دماغه بليكسي. اه ريتاج ده اللي هو عامل بنت ده شعر اصفر. ايوه هو هو ابو شعر اصفر اللي عامل بنت. فخر ده بقى اللي هو دماغه سكوريت، اللي هو شبه همتي دمتي ده. يا ابني انا هتجنن اقول شبه مين من الزملاء. ايوه صح هو بالظبط. هو ده بقى فخر بالظبط. والله يا استاذ بيومي انا خجلان منك جدا ومكسوف ورقبتي قد السمسمه. بس لولاش بس الظروف اللي احنا فيها دي ما كناش خطفناك. ولا يهمك. بس انا يعني ليا طلب تاني خالص بعيد عن موضوع الخطف ده. يا حبيبي ولا يهمك، عايز كام؟ لا لا خلاص مش فلوس يا استاذ بيومي خالص والله. انت عارف انا بحب حضرتك جدا، كنت لسه بقول لفخر وريتاج ممثلي المفضل والله، خصوصا دورك في حرب كرموز. يا لو تعرف كواليس العمل والناس تعرف الحب اللي كان ما بيننا عامل ازاي، في كيمياء غريبه بيني وبين احمد عز ده سبحان الله. لا بس حرب كرموز ده كان امير كراره مش احمد عز.
حرب كرموز، انا اسف اتلخبطت ما بينه وبين حرب ايطاليا. لا بس حرب ايطاليا ده كان احمد السقا مش خلاص بقى انا هفتكر ايه ولا ايه. انا ما اعرفش اساميهم، وانا بعرف اساميهم اصلا من التتر الفيلم بتاع. يا امال بتقول لهم ايه بقى في التصوير؟ يا كابتن وساعات ياه بتقول له احمد عز يا كابتن. انما التاني بقى بقول له يا كابتن عشان التاني انت عارف عنيف وممكن يمد ايده عليا وكده على طول. الله عسل استاذ بيومي عسل والله. هو بس الطلب يعني كنت انا بصراحه يعني انا عمري ما طلبت الطلب ده من حد، يعني اول واحد مشهور والله اطلبه منه. اخلص انا يعني كنت عايز اتصور مع حضرتك صوره بس كده احطها بروفايل يعني. يعني انا ليا الشرف بس كده تقبرني والله. بس اتصور ازاي وانا حاطط البتاع دي على يعني الناس مش هتصدق يعني. ايوه بس انا لو شلت الغمامه من على عين حضرتك هتشوف المكان وهتبلغ عننا مش كده؟ برضو عندك حق، حقيقة كلام منطقي. يبقى خلاص بلاها الصورة مش مهم.